ومبروك علينا انضمام مجموعة متميزة من شباب وشابات المدينة لكلية الطب ويا رب يجعلكم يعني انتوا ثوابكم مضاعف اذا كنا احنا بناخد ثواب اجر عادي في بلادنا فانتوا هنا بتاخدوا ثواب انك دكتور وبتعالج المرضى وبتاخد الثواب بألف لوجودك في بلد الحبيب ربنا يا رب يكتب لكم الخير ويرزقكم الثواب الكبير طب نبتدي بقى هناخد ايه؟ هناخد انواع التيشيرت، يعني ايه مطلوب مني في الثلاث اسابيع الجايه اديكم انواع الانسجه المختلفه. يعني ايه انسجه مختلفه؟ يعني حضرتك بتتكون بتتو... من اوفا وسبيرم، حيوان من... منوي وبيضه. الاثنين بي... بيعملوا مع بعض فيرتلايزيشن يدوا ايه؟ بدايه تكوين الجنين، تنقسم لخلايا خلايا خلايا, خلايا وتتزرع في ايه؟ رحم الام. الخلايا دي بقى بعد ما بتنقسم في مرحله من المراحل الجنين بتدي ثلاث طبقات جنينيه. ثلاث طبقات جنينيه الثلاث طبقات الجنينيه دي بتديني اربع انواع من الانسجة. يطلع منهم اربع انواع انسجه مفيش غيرهم في جسمك كله اما نسيج طلائي اسمه ابيثيليال تيشو او ابيثيليوم ده بيعمل ايه ده بيغطي الجسم من بره بيبطن اي تجويف داخل الجسم مفيش تجويف في الجسم مش بتبطن بابيثيليوم ابدا بيكون لي الغدد يعني الكبد ده اغلبه ابيثيليوم الاندوكراين الغدد الصماء اغلبها ابيثيليوم البنكرياس اغلبه ابيثيليوم يبقى ده ابيثيليوم مسؤول عن الغدد وعن النسيج الطلائي الذي يغطي كفر اور لاين ذا بودي كابيت ده الابيثيليوم دي نوع ثاني اسمه الماسكولار تيشو النسيج العضلي بيتكون من ايه من عضلات طب ليه سميته عضلي عشان هو فيه اكتين وميوسين وكل وظيفته كونتراكشن فمن نسيج عضلي عضل. طب ايه تاني النسيج العصبي اللي هو ان ايه مش النيرفس سيستم النيرفس تيش النيرفس تيش ده الاعصاب اللي ماشيه بتغذي الاورجان السنسري نيرفس بتاخد بتوصل إحساس للمخ كل ده اسمه نيرفس تيش مع البرين مع سباينال كورد دول كلهم بيعملوا لي ايه الـ 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 البرين عباره عن نيرفس تيش سباينال كورد نيرفس تيش الليفر فيه نيرفس تيش الليفر انت شايله لنا انه بيكون من سيليوم اه في نيرفس تيشو هنقول دلوقتي ازاي يبقى يعني عندي دول طب الثلاثه دول يتضموا مع بعض ازاي عشان يعملوا لي اورجان الابيثيليوم والماسكلر والنيرفس معاهم نسيج ضام يضمهم مع بعض عشان يكون لك ما يسمى الاورجان او العضو يعني اذا القناه الهضميه بتتكون من ابيثيليال تشو عشان الهضم ماسل عشان الحركه الحركه الدوديه بساز موفمنت إيه نيرفس عشان تنقل الإنباس من المخ الاوتونوميك نيرفس سيستم يخليها تشتغل وتفرز وتقلل افرازها وتزود كل ده بنيرفس سيستم طيب ونسيج دم بيدمهم مع بعض نفس الكلام في الليفر نفس الكلام في البنكرياس نعم الشاشه ما بتتغير عندنا بس على لا 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 انا بتكلم لسه الشاشه ما بتتغيرش انا بتكلم مقدمه بس انا اسفه عشان نفهم احنا ماشيين ازاي خلاص الأورغنز مع بعضها الأورجان بتاع الليفر والجي أي تي والبنكرياس يعمل لي سيستم اسمه دايجستيف سيستم طب اليورينري اتنين كلى وحالب ومثانة يديني ايه؟ يورينري سيستم طب المخ والنير كورد كودك سنترال نيرف سيستم يبقى أنا عندي السيستم اتكونت من ايه؟ من أورجانس اللي اتكونت من أربع أنسجة اللي أنا قلت عليهم دلوقتي واللي هنبتدي شرح أول واحد فيهم هو ايه؟ الابيثيريوم ليه سموه الابيثيريوم بقى؟ ليه سمول ابسيديوم هنقولها دلوقتي لكن هدف المحاضره دي انت تطلع من المحاضره دي عارف انواع الابسيديوم الكفرنج ابسيديوم اللي بيغطي الجسم او يبطنه وانواع الخلايا المختلفه تعرف الجلاندلر ابسيديوم انواع الغدد احنا قلنا اي غده بتتكون من ابسيديوم تعرف يعني ايه كلمه نيور ابسيديوم وتعرف يعني ايه الابسيديوم ده بيتحور عشان يقوم بوظيفته الابسيديوم اللي في الامعاء غير اللي في المعده غير اللي في الفالوبيان تيوب في قناة فالوب كل واحد فيهم ليه تحور عشان يكون بوظف. طيب احنا قلنا عندنا فور بيزكس ادي الابيثيليوم وكونكتيف وماسكر ونرفس اللي بيكونيني ايه الاورجن. ايه اللي خلاك تسميه ابيثيليوم؟ ليه ليه ما سميناه ابيثيليوم؟ عشان هو مجموعه خلايا لازقه في بعضها. شايفين الخليه جنب الخليه ازاي؟ انا بشاور بقى باين يا اولاد ولا مش باين؟ احنا باين <تصفيق> طيب <applause> الخلايا كلها جنب بعضها. اما طبقه واحده اهي من الخلايا لازقه في بعضها او الطبقات دي كلها ما فيش بينها مسافات غير مسافات قليله جدا ليتل انتر سيلولار سبيس مسافات دقيقه ما فيش مسافه بين الثانيه مسافات قليله جدا اه يبقى سميناه كده عشان هو مجموعه من الخلايا لازقه في بعضها اه سترونج اتيجن لازقه جدا في بعضها ليتل انتر space سبيس اه الخلايا كلها واقفه على ايه؟ بص الخلايا دي لازم تبقى محطوط لها زي بالظبط ما نحط القوالب الطوب على الارض، لازم نحط اسمنت عشان يلزق فيه. الاسمنت في الإبثيليوم اسمه بيزمنت ممبري بيعمل ايه؟ بيلزق الخلايا في النسيج اللي تحتيه وغالبا تحت الإبثيليوم في كونكتيف تيشو. تمام؟ يبقى عشان يلزقوا في النسيج اللي تحتيه الاقي الخط الاحمر رفيع ده اسمه ايه؟ بيزمنت ممبري، نفس الكلام ده بيزم الازرق ده اسمه بيزمنت ممبري تمام؟ يبقى كلها واقفة على بذمة ممبريل. اما واقفة طبقة واحدة زي ما انا شايفين هنا كده طبقة واحدة من الخلايا او اكتر من طبقة من الخلايا بس لازم كلهم اول طبقة من الخلايا لازم تبقى واقفة على بذمة ممبريل. عشان كده سمينا ايه؟ ابيثيريا طب هو عنده في أوعية دموية تمشي في الابيثيريا؟ لا خالص. ما من شايفين الابيثيريا مش شايفين بلد، ادي الأوعية الدموية في النسيج اللي تحت لكن هو نفسه ما عندوش بلاد فيزر، يبقى نو بلاد فيزر. خلاص أمال بيتغذى ازاي؟ بيتغذى بحاجه اسمها ديفيوجن عارفين ديفيوجن انتشار 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 يطلع له الغذاء والاكسجين وياخد منه السي او 2 والويست برودكت من عن طريق من الانسجه اللي واقف عليها دي نفس الكلام دي تدي دي تدي دي تدي دي وتاخد من دي وتدي الايه للبلاد فيزل اللي هنا ده يبقى هو نو بلاد فيزلز نوتريشن باي ديفيوجن طب فيها نيرف اندج ولا ما فيهاش نيرف اندج تفتكروا جلدك ده بيحس بنسمة بنحس بنسمة الهواء معدية على خدينا صح ولا لا؟ اللي على جلدنا يبقى هي مليانة بلاد مليانة نيرف اندك خلاص يا رامي فاي نيرف ان فيها نيرف ايه؟ اه سنسري نير الغذاء قلناه الابيثيليوم دايما ايه يعني ايه اه سبجكتد معرض الى كونتينيوس الى ديجنريشن تكسير وريجنريشن عدد بناء بدليل لما بنروح المصيف فنروح نروح العمره وشنا كله بيتحرق بقى لونه اسمر، صح ولا لا؟ اقعد اسبوع اسبوعين كده الاقي الجلد رجع لونه الطبيعي، ليه؟ حصل دي جينيريشن ورجع نفسه، حتى لو انت ما رحتش في حته. هو اوريدي كل فتره بيجدد نفسه بيعمل وير ان تير وير يعني ايه يجدد نفسه، القديم يموت والجديد يطلع بداله. طيب انت قلت لنا ان اول جنين ما بيتكون بيتكون من ثلاث طبقات، لو تفتكروا قلنا إن الاوفا والسبيرم تتحول ل ايه امبريو إيه 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 او لاير اوف امبريو اللي هي ايه, إيه اكتوديرم طبقات الجدين اكتوديرم طبقه الخارجيه تديني زي السكين مثلا انا مديكم مثال واحد هنا بس اندوديرم الطبقه الداخليه وتديني الاوعيه الدمويه والجاسترو تراك جي اي تي القناه الهضميه جاسترو تراك الميزوديرم ده طبقه بين الاكتو وبين الاندو دي بتديني ايه؟ تديني إيه؟ مثال ليها المثال اللي عندنا رينا تشيبيوت

وانت بتذاكر بتحط لنفسك ايه الاسئله طيب هيتقسم ازاي الابثيليوم بقى نعم دكتور ما بقاطعك لكن طيب ماشي يا ابني خلاص يلا توكلوا بالسلام 10 دقايق صلوا ونرجع تاني كل واحد يعمل كوبايه شاي الله يساعدكم عشان نلحق نخلص ماشي يلا بالتوفيق رجعتوا من الصلاة يا شباب؟ يا دكاترة أيوة ما حدش رجع ولا ايه؟ رجعتوا؟ أيوة رجعتوا من الصلاة؟ أيوة. طيب أيوة. طيب يبقى أيوة. طيب. إيه أيوة. احنا قلنا عندنا الابيثيليوم هنعمل له كلاسيفيكيشن على اساس ايه؟ على اساس ان هو اما يغطي الجسم اما يكفر الجسم ده نوع الابيثيليم اسمه كفرنج ابيثيليوم يعني هيغطي الجسم من بره زي السكين يبطن البادي كافيتي زي ال ال اي اي انبوبه اي اي تشوب الجي اي تي اليوريتر الحالب اي حاجه ليها تجويف يبطنها اي حاجه من بره يغطيها الكبد عليه ابيثيريوم من بره القلب عليه بريكارديوم عليه ابيثيريوم من بره يعني بيغلب زي ورق الهدايا كده خلاص بيغلف من بره ويبطن ايه من جوه لاين كاب ده اسمه كفرنج ابيستيليا ده كم نوع ده نوعين من الابيثيليا اول حاجه سيمبل من اسمه سيمبل يعني عليه طبقه واحده ولا اكتر من طبقه من اسمه كده طبقه واحده ادي سيمبل ابيثيليا واقف على ايه نقول نفتكر مع بعض واقف على ايه كل خلاياه واقفه على البيز خلاص يبقى هو يبقى معنى ان هو سيمبل ان هو سينجل سينجل و واول السيلز ريتش تصل الى البيزمن ممبرين اه الكلام باينه والخليه كلهم واصلين البيزمن ممبرين الازرق ده تمام ده في نوع تاني اسمه ايه اسمه ستراتيفايد يعني متعدد الطوابق شايفين واحد اتنين تلاته لحد 20 طابق ممكن تبقى موجوده كلهم واصلين البيزمن برين ها كلهم واصلين ولا لا؟, لا. طبقة, لا. واحدة لا. Only one layer. طبقه واحده اونلي وان لاير طبقه واحده ريتش ذا بيز برين الطبقه ايه؟ الاولانيه دي اللي هي على الازرق دي يبقى السيمبل طبقه واحده وكلهم واصلين بزمة ممبرين والساتيفايد متعدد الطوابق وكله طبقه واحده فقط التي تصل الى البيز ميمبرين السيمبل ده عارفين يا اولاد لو تعملوا جدول وتحطوا الحاجات دي يعني السيمبل ونتكلم عليه والكيبورد ده نتكلم عليه هيبقى سهل او تعملوا زي الماب كده اللي بنعملها خريطه كده اروي يطلع منها اسهم كده وانتوا معايا عشان تذاكروا يعني لو معاك ورقه او قال. طب انواع السيمبل ايه عندي اربع انواع من السيمبل اه طب كلهم طبقه واحده كلهم طبقه واحده اما تبقى سكويمس سكويمس دي تبقى مبططه او كيوبويدل تبقى زي شكل مكعب او كولمنر شكل البرميل او سودو ستراتيفايد كولمنر سودو يعني كذاب ستراتيفايد يعني متعدد طوابق هو يبان انه متعدد طوابق لكن هو الحقيقه طبقه كلهم واصلين البيزنس ممبرين وقلنا قبل كده ان السيمبل كل خلاياه تصل الى البيزمنت ممبرين لكن ده يبان لنا طبقتين لكن هو الحقيقه طبقه واحده وهنشوفها دلوقتي نتكلم على اول واحد السمبل ابيثيوم يبقى نعمل ايه سمبل ابيثيوم وبعدين نكتب شيب شكل شكله ايه ثين سل خليه مبططه اهي ادي الخليه ادي السمبل ابيثيوم شايفين مبططه ازاي فلات سيل ويز بالجينج نيوكليس ان هو بس طالعة شويه كده زي بالظبط الع... عارفين العيش اللبناني العيش المفروض ونحط في قلبي برجر ده بالظبط هو ايه السمبل ابيثيوم سكويمس عباره عن خليه مبططه خالص لما بشوفها تعال بص هنا هي دي شكلها انت شايف لها جسم ولا منظر مفيش مبططه خالص مين اللي باين فيها النواه بتاعتها بس ليه لان هو كل ده المنظر ده موجود في كل التجويف ده مبطن لي الاوعيه الدمويه كلها يعني جدار الاوعيه الدمويه لو جبت ورقه جيب ورقة, جب ورقه كبيره كده واحط عليها ايه خلايا سكويمه زي العيش اللبناني رسوم جنب بعض كده واروح تانيهم قافلهم على التجويف يبقى الطبقه اللي جوه خالص دي طبقه المواجهه للتجويف دي سكويمس سي واضح يا دكاترة ولا مش واضح؟ واضح دكتور طيب تفتكروا يعني بل... يعني نحاول نحفظ اه بس نحاول نفهم عشان نحفظ تفتكروا انا محتاج السم بالابثيليوم ده فين؟ الاوعيه الدمويه دي بتقوم بوظيفه غير انها تنقل الدم؟ ديفيوشن لا طب لو عملت كيوبيكال ما ها لو كيوبويدر زي المكعب ما هتعوق سرعه الدم خليكي مبططه خالص كده عشان تديني مساحه للدم تمام فين كمان اللنج الفيلاي الحويصلات بتاعه الرئه الخلايا المبطنه للحويصلات دي بتبقى سكويمس ليه تفتكر ليه بتبقى سكويمس يا, دو... يا دكاتره تفتكروا ليه عشان يصير انتقال عشان, عشان الناس, الناس. عايزه تطلع اكسجين ودخل وأطلع سي او 2 ودخل الاكسجين بزمتك لو عملتها كولامنر او خلايا برميليه ولا خلايا مكعبه الاكسجين هيمشي المشوار ده كله انا عايزه ارفع طبق يبقى فين في الالفيلاي في الحويصلات فقط اللي بيحصل فيها تبادل الغازات طيب الاوتر لاير اوف Bowman's كبسول الكلى دي ادي الكلى ادي الـ ادي الـ ادي الباومنس ادي الرينال كورباسل اهي عليها طبقه من بره خالص شايفين الطبقه اللي الارو ماشي عليها دي دي اسمها باومنس كبسول السهم الشه... الشه... مشاور عليه دي بتعمل ايه, إيه هنا دي كابيلاري او عيه دمويه بتفلتر الدم تطلع منه الايه الويست برودكت او اليورين بتطلعه هنا طب انت عايزه هنا ال الكبسوله دي وصفتها ايه؟ كبسول كبسوله دي وصفتها ايه؟ مجرد حافظه كيس يعبي اليورن. محتاجينها تبقى تخينه؟ لا مش محتاجينها تملهاش وظيفه ده مجرد كيس. انا عايزه اطلع اليورن واعبيه هنا فبالتالي هتبقى ايه؟ سكوير ماس من عندي ثلاث اماكن البلاد فيزل لانج الفيولاي حويصلات الرئه الاوتر لير الاوتر لير دي الطبقه الخارجيه عشان في طبقه داخليه هنا ليها وظيفه ثانيه لكن الطبقه الخارجيه اللي هنا دي كل وظيفتها انها تعمل كبسول. اوف بامانس كبسول تغلفه بس الطبقه الخارجيه تمام كده يبقى ده السيمبل خليه فلات ومعاها بالجنج نيوكليس طب انا الخليه دي طولت كبرتها شويه بقت كيوبويدال شكلها مكعبه اهي مكعب شكل مكعب شايفين واحده جنب واحده جنب واحده ايه؟ ادي تجويف اهو ادي ادي انبوبه بس انا قطعتها بالطول فبان لي التجويف من جوه بصوا ده شكل الخليه من فوق لكن هي الحقيقه مكعبه كده لكن لما كنا هنا بنقول شكل الخليه بصوا كانت خليه ايه مبططه خالص فلات خالص. طيب نيجي نقول ايه؟ انا انا عاملها ربنا سبحانه وتعالى عاملها كيوبويدال شيب والسنترال راوند نيوكليس طب انت إيه ليه ليه كبرت كده؟ اكيد هتقوم بوظيفه اما انها تفرز حاجه زي البروتين تفرز ايه؟ تفرز هرمون الثايرويد الثيروكسين في الثيرويد الغده الدرقيه هرمون الثيروكسين شايفين ادي الغده الدرقيه وادي كيوبويدر ما هي محتاجه اورجانيل محتاجه رف محتاجه جولجي محتاجه ميتوكونديا مع كل ده محتاج فتكبر شويه تبقى ايه كيوبويدر بتقوم بايه بوظيفه ايه افراز الى نوع من الايه من الافرازات زي ايه البروتين بتاع الثايروكسين هرمون يبقى كبرت شويه بقت فين ثايرويد فول طب ما ممكن يكون ليها وظيفه امتصاص زي فين زي رينال تيبيون. أنا انابيب الكلى انت لسه قايله لنا الكلى قلت لكم لا الباومانس كبسول هي اللي ايه فلات او سكيمس ابيثيليوم بتاعه الرينا لكن انابيب الكلى اللي بتجمع اليورين تبقى ايه كيوبويدال ليه كيوبويدال عشان تشرب ايه تركز اليورين فتبقى ايه كيوبويدال ما بتشربش حاجه غير ميه وشويه معادن فبالتالي ارتفاعها ما بيبقاش عالي قوي بتبقى كيوبويدال انشي برميلية الشكل برمي يبقى انا عندي فلات عندي كيوبويدر طوليها شويه يا دكتوره الدكتوره هتطولها لك لما يبقى شكل ايه البرميل شايفين ادي برميل اهي دي ايه كولامنر ابيثيليوم كولامنر ابيثيليوم والنواه اللي كانت في النص في الكيوبويدر بقت تحت بقت بيزل وبدل ما كانت راوندد بقت اوفل واعمل جدول كده بمقارنه بين ده عشان يثبت في دماغي تمام يبقى انا عندي ال 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 الفلات flat سيل with bulging nucleus A cuboidal cuboidal cell cubic shape with rounded nucleus نواه مدوره في النص الكولامنر ال ال عباره ال عن كولامنر شيب برميليه الشكل column لايك شيب وذ بيزل اوفال nuclei بيزل اوفال واي كولامنر لازم تبقى بيزل او بس دي بقى ملهاش نوع واحد دي نوعها بيتغير على حسب مكانها يعني ايه يعني لو هي خليه بتفرز هتبقى مبطنه جدار المعده مثلا عشان تعمل افراز تبقى ما فيهاش اي تحور فيها عشان خاطر تقوم وظيفتها هتطلع الايه البيبسين هنا ويطلع على المعده ده يطلع على ده يطلع على بس ده كل مطلوب منه يبقى السطح بتاعها المواجه لتجويف المعده ما فيهوش اي اختلال بنسميها سكريتوري ما عليهاش تغيير ده السكريتوري خليه برميليه عاديه التبيكال شيب بتاع الكون طب تعالى بقى دي لو راحت الامعاء هي في الامعاء مطلوب منها تعمل ايه الخلايا دي يا شباب؟ تمتص تمتص <applause> <applause> تفتكروا لو امتصت من الحته دي سطح الخليه دي ولا نعمل فيه ثنيات فوق وتحت كده؟ مين يزود سطح الامتصاص؟ <applause> <applause> الفاضي <الفوليني. تصفيق> آه ايوه ال ال الثنايات دي اسمها مايكرو فيلاي مايكرو في ثنايات في على فكره ناخدها في اخر شريحه في المحاضره عشان ما حدش يكتب دي مايكروفيلويد خلاص فبتبقى هنا وظيفتها ايه؟ ابزوربتيف ما اسمع كلمه ابزوربتيف اعرف انه قصد ان فيها ايه؟ مايكروفيلويد طب عندنا نوع ثاني اسمه ايه؟ عندي نوع ثاني اسمه سيلياتد سيلياتد السيلياتد دي يبقى عليه سي... عليه ايه من بره يا ولاد؟ السطح بتاعها عليه ايه من بره هنا؟ سيليا سيليا مين السيليا دي عارفها؟ <تصفيق> <تصفيق> <أشوية>. <تصفيق> تبقى الاهداب اهداب طويله اطول من المايكرو فيلاي ومليانه مايكرو تشوبيول انابيب وتحتاج انرجي وبتتحرك في اتجاه واحد الكلام ده برضه هنقوله في اخر محاضره يبقى ستيليا عباره عن لونج طويله هير لايك ستراكشر طويله جدا وبتقوم بحركه في اتجاه واحد وبتحتاج طاقه لازم يكون في احتاج في احتاج انرجي لكن المايكرو فيلاي ما فيهاش حاجه عباره عن سنوات وبس محطوط فيها ايه؟ اكتين كده فيلمنت محشيه خيط يعني، لكن هنا فيها ايه؟ مايكرو تيبيول عشان تولد طاقه عشان تعمل ايه؟ تضرب زي ما تضرب حد بالقلم هيبقى في اتجاه واحد. في نفس الاتجاه كده، تبقى تضرب بدراعي كله كله كده كل السطح دي إيه. تفتكروا هدفها ايه؟ في ال في ال في, في, في بتعمل ايه؟ الحركة <applause> الحركة برافو، تحرك الاوفا اللي هتاخدها من المبيض في قناه فالوب توصلها لليوتس واليوتس يوصلها انها الزرع بعد الفرتلايزيشن اه يبقى ليها وظيفه طب في سيستم اه ده انا بطلع ميوكس لازم افرده ابطن ايه الق... ال... ال... هي اللي هي الايه التراكية اسمها القصبة الهوائية ابطن دي بالميوكس عشان ايه بدليل ان احنا لما يبقى عندنا برد بحس ان الهواء بيدخل صدري بيبقى مشروخ كده حسب بكحة ناشفة ليه لان مفيش ميوكس طب لو في ميوكس بيبطنها لي ويعمل لي ايه بيعمل سموثنس لإيه للجدار هيوميديفاي بيرطب الايه القناه التنفسيه يبقى انا عارفها ربنا سبحانه وتعالى عاملها لوظيفتها متحوره كل دول من السمبل كولومنر اه من السمبل كولومنر واحده ما عليهاش اي حاجه دي سيكريتوري في الاستومك وطبعا في اماكن ثانيه بس احنا هنحفظ دي عشان الامتحان واحده فيها مايكروفيلاي ده في في الابزوربت تمام طب واحده ثالثه فيها ايه؟ فيها سيليا ده موجوده فين؟ في الاماكن اللي انا عايزه احرك حاجه ان وان دايركشن انا بفرد الميوكس ان وان دايركشن بحرك الاوفا ان وان دايركشن بحتاج طاقه عشان اضرب 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 بحرك يبقى ده انواع السيمبل ايه؟ كولومنر ابيسين امال مين السودو ساتيفايد ده؟ ده كذاب سودو كذاب الساتيفايد متعدد وكولومنر ده كولومنر يا ولاد ليه ليه قلت عليه سمبل مين الشاطر يقول لي ليه قلت ده على دي سمبل ما اقولش عليها ساتيفايد. ان انا لان كل الخلايا واصله للبيزمنت ميمبري بس عامله زي ايه؟ زي الحج في رمي الجمرات كده، شفت الزحمه بتبقى عامله ازاي؟ واحد طويل واحد قصير. بس الاثنين بني ادمين طوال بس فرق طول وكل واصل على الارض بس الزحمه مخليه تبان ان واحده قصيره وواحده ايه؟ واحده طويل، لكن كلهم واصلين الى الارض، فبالتالي لما اشوفها كده وع... اه ايه ده واحد اثنين ده اكتر من طبقه على فكره، اكتر من طبقه من نواه اه، لكن مش اكتر من طبقه من الخلايا، ليه؟ لان في نواه تحت ونواه لفوق، نواه تحت ونواه لفوق، واحد قصير راسه قصيره، واحد طويل راسه فوق، فخلاص بتبقى نتيجه الاوفر كراودنج الزحمه الكلامر سيل all cell reach the basement membrane. خدوا بقى كلمة بيزا اللامينة هي نفسها كلمة basement membrane. وإحنا حطينا عشان ما تتلخبطوش بينهم. يعني تبقى عارفين كلمة basement membrane هي نفسها كلمة بيزا اللامينة. تمام كلها واصلة البسم لكن not all the cell reach the surface مش كلها واصلة للسطح واحدة منتهيت هنا لكن واحدة انتهيت فوق بسبب ايه فرق في الطول ليس الا لكن كلهم كلامنا بالتالي النواه نيوكلياس يعني نواة نيوكليا يعني نوايات ولا نواة مجموعة نواة يعني are at various level على مستويات مختلفة في واحدة تحت في واحدة فوق واحدة تحت اه يبقى يتبان لي انها ستاتيفايد لكن انت كذابة ليه لان كلكم واصلين للبذ برين فانتوا simple ابتسين طيب النوع منهم فين عندي سيلياتد فاكرين السيلياتد ولا مش فاكرين السيليا يعني ايه يعني ايه سيليا تضرب ان <تضرب> وان دايركشن فاكره الدكتوره كانت بتقول لك موجوده فين؟ في التراكية وموجوده في البرونكيول بس اللي موجود في التراكية البرونكيول مين؟ السودو ساتيفايد كولامنا التراكية والبرونكاي لكن البرونكيولز اللي هي اصغر الشعيبات الدقيقه دي بيبقى فيها ايه كولامنا بس مش علينا الحمد لله شالوها من علينا مش لنا في الامتحان يبقى السيليتد سودو ساتيفايد كولامنا سيليتد ابيثيليوم ده تبيكال ريسبيراتوري ابيثيريوم مش موجود غير في ريسبيراتوري ابيثيريوم. اي حاجه ريسبيراتوري هي سودو ستريتفيد كولومنر سيليتد ابيثيريوم خلاص يعني لما اقول لك سلي... ريسبيراتوري ابيثيريوم مش محتاج ان انا افسرها لك ان هي ايه انت لازم على طول تسمع سودو ريسبيراتوري تعرف انها سودو ستريتفيد كولامنر سيليتد ابيثيريوم تمام طب ايه تاني؟ ما فيش سيليا ليه ما فيش سيليا؟ خلاص هي مكانها كده الضغط بتاعت الجلان الغدد اللعابيه دي عشان تطلع من مكانها غدة النكافية او الغده او الكبد عشان يطلع المراره كل ده من ضمن مراحل القناه وهي ماشيه عشان تنقل الجلان تنقل السكريشن او الافراز بتاع الاكسوكراين جلاند زي اللعاب ده عشان يطلع لبقي من ضمن مراحل الدكت بتبقى سمبل بعد تبقى سودو ستراتيفايد بعد تبقى ساتيفايد بعدين تفتح البق واضح كده يا شباب؟ يبقى انا عندي ايه؟ عندي نان سيليتد ده موجود في الدكت بتاع الجلاند خلاص ما توجعش دماغك وتفكر فيه. اي دكت اللارج دكت بتاعت الجلاند. بيبقى موجود اثناء التحور للجلاند عشان تطلع الافراز بتاعها. تمام؟ يبقى انا عندي سوت ساتفايد كلامنا نفسي يبقى انا قلت سمبل سكويمس وقلنا اماكن الاماكن عايزين تبقى ارفيع فيه وقلنا كيوبويدال قلنا اما تفرز زي الهرمون السيروكسين او تابزور بالميه بس والمعادن زي الرينالتيبيول وقلنا عندنا كولامنر ثلاث انواع اما تبقى كولامنر سكريتري مفيش على السطح حاجه او ابزورت تبقى مايكروفيلاي او سيليتد زي الفالوبيان تيوب ده السمبل كولامن امال السودو ستراتيفايد ده موجود فين؟ السيليتد في الريسبيراتوري تراك تراكيا والنان سيليتد في الدكت اوف خلصنا السب، نيجي على Certified انت ايه ما انت قلت لنا ان الطبقه واحده هي على البيز برين والطبقات الثانيه فوقيها بتتكون من مور ذان وان لي اكتر من طبقه لكن دائما وابدا الطبقه القاعديه اللازقه في البيز برين بتبقى اما كولامنر او كيوبويد زي ما شفناه تبقى كولامنر يا كيوبويد لقينا عندنا ايه كام نوع على حسب انا بسميها على حسب الطبقه النهائيه يعني عندي البيزل بولمر وبعدين كذا طبقه فوقيها وبعدين عندنا السوبرفيشال طبقه السطحيه خالص اخر طبقه فوقيها لو كانت سكويمس هسميها ساتفايد سكويمس اي بي سي تمام لو كانت كيوبويد هسميها ساتفايد كيوبويد اي سي لو كانت كولامنر سميها ساتفايد كولامنر اي بي يعني ايه يعني انا عندي ادي اللي اهي كيوبويدال وكولام عارفين طب الطبقه ايه؟ في طبقات دي اسمها بوليجونا سيل بوليهيدرال سيل خلايا متعدده كده، وبعدين الطبقه الاخيره اللي بسمي منها ساتيفايد، لو كانت فلات زي سندويش زي العيش اللبناني اللي قلنا عليه كده بسميها ايه؟ ساتيفايد سكويمس ايبيسيليم. طب لو كانت كيوبويد اسمي ساتيفايد كيوبويدال ايبيسيليم. لو كانت كولامنا فايد كولامنا ايبيسيليم، طب مدرس مدينا ايه المره دي؟ مدينا نوع واحد بس اللي هو ساتيفايد ايه؟ سكويمس ايبيسيليم اكزام وفي نوع تاني مهم اسمه الترانزيشنال اكزيديوم هنتكلم عليه لما يجي وقت الستاتفايد سكويمس ابيثيليوم قلت لنا يا دكتور انه اكتر من طبقه البيزا الكولامنر والسوبرفيشال يعني الطبقه السطحيه خالص عباره عن سكويمس لقوا في منهم نوعين من الستاتفايد سكويمس ابيثيليوم ده نوع عليه كراتين ونوع ما كراتين تفتكروا الجلد ده عليه كراتين ولا ما لهوش كراتين؟ عليه عليه علي. آه. ادي طبقه الكراتين اهو ليه يا رب حطيت على على الجلد كراتين ليه ربنا عمل كده يمنع الدخول <applause> آه يا. <applause> يا يمنع الميه <applause> يا يحافظ على الجسم على الميه بتاعه الجسم يمنع الاحتكاك احنا طول النهار بنقول لو كان كده لو كان زي البلاد بيزل كده سمبل سكويمز كان اللي هيخبط فينا في اي حاجه هينزل دم ونايم لو خبط في السرير حد هينزل فربنا سبحانه عامل ايه؟ عامل له حمايتين متعدد الطوابق وكمان حاطط عليه كراتين زياده زادت ايه؟ عشان كده هنلاقي كف الايد وباطن الرجل ثيك يعني مش كراتين عادي التراكين عشان كده كف ايدينا ابيض كراتين فيه كتير جدا لكن بقيه الجلد كراتين طبقه ايه معقول ليه لان الاحتكاك كتير جدا في ايدي ورجلي وربنا سبحانه وتعالى بيعمل ادابتيشن للايه للبناء للتيشو عشان يقوم بوظيفته طيب انت قلت لنا الساتفايد سكيمس البيزا الليير ايه, إيه. ها بسرعه اي بس الكراتين بس ايش ايش وظيفته؟ حمايه جاست حمايه عباره عن الخلايا دي بتموت وتعمل طبقه كده حكايه طبقه عازلة طبقه عازلة من الخلايا الميته دي عشان تمنع الميه تخرج من جسمنا تمنع الـ 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 تعمل حمايه لل احتكاك ان احتك بحاجه تمنع دخول ميكروبات كل ده حمايه من ربنا تمام؟ طيب الساتفايس كيماس ابيسيديم كراتينايز انت بنتكلم على عليه كراتين الطبقة القاعدية نوعها ايه قولوا ها كلومنر برافو عليكم الميدل بوري هيدرا المتعددة الرؤوس ماسكة في بعضها بدبابيس كده الاقي الخلايا شبكة في بعضها بدبابيس كده ما انت قلت لنا قبل كده مفيش سبيس في الابيثيليوم مينيمال سبيس ايوه مشبكين مش في بعضهم كده زي ايه الخلايا طبقات اهي طب التوب لاير هنا ايه ها التوب لاير ايه توب او سوبر سكويمس <متحدث> برافو عليك عليها كراتين ايوه طيب يعني انا بتكلم على مين على السكين اللي هو اسمه ايه بقى بتيليان بتاعه سيرتيفايد سكويمس كراتين علي نايس عليه كراتين ده عليه كراتين طب تعالوا على اللي معلوش كراتين مين اللي معلوش كراتين بقى يا اولاد تتوقعوا مين اللي معلوش كراتين اي حاجه بنفتحها اي حاجة بتفتح على السكيل قبل ما تفتح شيلوا كراتين يعني الماوس ده عليه كرا... فيه كراتين كرياتين ولا أه؟ مفهوش لا؟ ما فيهوش ولا فيه كرياتين؟ ما فيهوش لكن ليه متعدد لا الطبقات؟ ليه يا رب عملت متعدد الطبقات؟ عشان ما يتع... نعم؟ عشان لا بيعمل حماية كمان لايه؟ لما اكل شيبسي اكل عيش ناشف لو طبقة واحدة هتنزف ربنا طيب عامل ايه عشان الـ الـ الاكل بناكله في ناس تاكل اكل جامد فالاكل الناشف ده ربنا بيعمله حمايه انا ببلع في احتكاك في مصدر احتكاك عالي في المنطقه دي تمام ده اول حاجه ايه بيتكون من كام طبقه طب الاوسوفيجاس ما برضو الاكل لسه مادي في الاوسوفيجاس وانا ببلع بيبقى الاكل لسه فيه ايه شويه هاردنس ممكن يجرح لي الاوسوفيجاس وانا الاوسوفيجاس هو المريء يا اولاد الماوس كابيتي تجويف الفم الفاجينا الفاجينا اللي هو المهبل المهبل فاتح على السكين اه لازم يكون سيرفايس سكويماس ابيثيل إيه واضح كده يا شباب واضح ايوة <applause> يعني بتتكون من كام من ثلاث طبقات البيزا الكولام الميدل بوليهيدر التوب فلا لكن هي سيرفايس سكويماس ايه نان نان مش كراتينايد ليه لانها مش سكين السكين هو الكراتينايد لكن اللي مش سكين هو نان كيراتينايز هو اللي بيفتح على السكين اي فتحه بتفتح على السكين تبقى نان كيراتينايز واضح كده خدنا نوعين البيثيليوم نان كرياتينايز وكرياتينايز الاثنين دول سيتيفايد سكويمس اي بي سي نيجي على النوع الجديد ده اسمه ايه اسمه ترانزيشنال مين فيكم كان بيتفرج على سبيس تون بتاع المتحولون ولا انتم مش الجيل ده فاكرين لا لا ايوه اللي انا تابعة يا دكتوره نعم اتابعها اتابعها تتابعها طيب انت الوحيد اللي هتبقى مذاكر الترانزيشنال ايبيثيليوم ده ترانزيشنال ايبيثيليوم ده اسمه الايبيثيليوم المتحول ومتخصص فين مكانك فين انا مكاني في الريني سيستم بس فكان السود ساتفايد كولامنر سيلياتد سيلياتد ابيثيديوم كان مكانه في الريسبيراتوري بس اه والترانزيشنال مكانه في اليورينري بس ليه؟ انا موجود في اليورينري سيستم فقط طب انت ليه سموك متحول؟ أستنى عندي القدره ان انا اتحول من عدد طبقات الثمانيه دول وارسل ايه؟ ابقى طبقتين ثلاثه. اتمدد اتمدد لما ابقى طبقتين ايه؟ لما ابقى طبقتين ثلاثه. يعني عندي القدره ان انا اغير من عدد الطبقات اه ربنا سبحانه أنا عاملها فين؟ عاملها بس في الايه؟ في اليوناني سيستم. يبقى هو specialized to accommodate great degree of stretch تفتكر المثانة وهي empty فاضية عدد الخلايا اللي مبطناها من جوه قد ايه كتير ولا قليل أكثر. ها كتير طب انا عمال اشرب مية والبثانه تتمدد وانا على اخر تفتكروا الطبقات دي هتقل ولا هتبقى زي ما هي زي ما هي لا هتقل لان هتقل في سيستم فقط في المتحولون فقط في, في الترانزيشن <applause> فقط عشان تدي مساحه لليورين تكمي فضي وتقدر تتمدد لان كل ما بتملي يورين كل ما بتتمدد فتروح الخلايا دي فرده فرشية مغطيه تتمدد فرده مغطيه فاهمين قصدي فتروح عامله لي ايه تروح عامله لي ايه اكوموديشن تو جريد ديجري دي جري اوف ستريتش كل ما تموت هغطيكي بس عدد الطبقات هيقل فبالتالي انا الترانزيشنال ابيثيليوم ده فيتشر وسيط ما بين الساتفايد كوبويدال والساتفايد سكويمس ليه؟ لانه في العادي لو بصينا ده الساتفايد كلامنا الساتفايد كوبويدال ليه؟ ادي البيزل سيل وادي البوليهيدرال وادي السوبرفيشال كوبويدال عاديه زي ما احنا خدناه بس بتتحول لايه؟ بتتموت خالص تبقى طبقه واحده طبقه كوبويدال واحده انا لو عارفه اجيبها لكم صوره كنت وريتها لكم طبقه بويدل ومعاها طبقه ايه؟ سكويمس بس فوق طبقة اكيد طبقتين او ثلاثه بالكثير لما تتمدد تبقى عندي في بيزل زي ما هي وانترميديا طبقه واحده والجوتو فلات بطتت خالص بقت زي السكويمس يبقى اتحولت من الساتيفايد كيوبيدا الابثيليوم الى ساتيفايد سكويمس ايه لو ساتيفايد سكويمس ايسي يعني بيكون من ثلاث طبقات بس وانا عندي الساتيفايد ابثيليوم المفروض بيكون من 10 اشي واضح كده يا دكاترة او من اربعه لخمسه سيل زي ما بيقولوا يعني تمام يا بنات؟ سامعيني يا دكاترة؟ أيوه. 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 ايوه يبقى انا عندي الناند السند من اربعة لخمسة وممكن تبقى اكتر من كده بس خلينا زي ما مكتوبة من اربعة لخمسة لير اوف سيل. عد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لير، خمسة بقى طيب البيزل الكلام اللي احنا حافظينه مش هنعيده. البيزل كولومنر اوكيبايد ده زي كلمة اللي انا عارفاه. والميدل بوليهيدرا زي ما انا عارفاه. امال الاختلاف في ايه؟ بالتوب لاير الخليه اللي فوق دي اسمها ايه؟ كيوبايدال سيل بس لقوها شكلها عامله زي الايه؟ زي الشمسيه عارفين الشمسيه بتاعت الحر دي؟ امبريلا سيل إيه. فبتبقى إيه. لارج دوم دوم سيل اسمها ايه؟ امبريلا سيل ودي بتيجي في الام اس كيو امبريلا سيل از بريزنت ان إيه واكتب لك انواع الابيثيل ذا دوم سيل از بريزنت ان إيه. توب لاير ميدل لاير بيزر لاير بحط انا اسئله لنفسي طول ما انا بذاكر تمام يبقى انا عندي السيرتيفايد كيوبويد العادي طبقتين ثابتين معايا في السيرتيفايد ما بقولهمش والطبقه الاخيره اللي هيبقى فيها تغيير مين بي مين الاخيره دي هتبقى كيوبويدال وتتحول الى فلات دي على فكره دي ناند ديستندد دي مش مش متمدده الممددة فين انا عايز افتح لكم الصوره بس خايفه اضيع الوقت فمعلش خلينا نكمل وابعت لكم صورتها على الايه على الواتساب تمام كده يا شباب يبقى انا عندي ساتفايد سكوير بيسيليا ابيثيليا كيوبويدال وبقت هنا ايه؟ اهي شايفين اخر طبقه عامله زي الايه؟ القبه كده دوم يعني قبه زي الدوم كده او شكل الامبريل عملت ايه؟ رست على اثنين لثلاث طبقات نفس الاثنين بيزا الكيوبويدال انترميديات آه انترميديات هتتحول هي والتوب انتو فلات انتو فلات ليه؟ عشان امدتها عشان تفرد لي المساحه دي واضح كده يا شباب ولا مش واضح؟ واضح. 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 خلصنا واضح. ايه؟ خلصنا انواع الابيثيليوم عندنا اللي قلنا الكفرنج واللايننج وقلنا مين فيهم بيلين مين فيهم بيكفر؟ اللي بيكفر عندي السكين دي اللي اخذناها بتفاصيلها في الاستاتيفايد طيب عندي سيمبل اربع انواع وعندي ستشفايد ثلاث انواع. اروح اعمل جدول وحاططهم في جدول كده واذاكر الجدول ده ليله الاختبار واشتري دماغي. لا اقفل دماغي ولا اقعد الف في الايه؟ في المحاضره. طيب خلصنا النقطة، الدكتورة قالت لنا الابيثيليوم أو النسيج ده بيعمل لي بيعمل لي جلانس. الغدد كلها الغدد اللي بتعمل إفراز خارجي زي اللعاب أو زي الكبد أو زي البنكرياس أو الغدد الصماء اللي هي إندوكراين جلاند بتطلع لي هرمونات، كل دول غدد. تمام؟ طيب بتعملي إيه؟ أنا بقى أنا الابيثيليوم بطلع أروح عامل الإيه؟ الجلانس دي. طيب بقسمها إزاي بقى؟ بقسمها على حسب. الجلاند دي اكسوكراين ولا اندوكراين خدت افراز خارجي ولا هرمون بتطلع على الدم على طول لو بتطلع على المر... لو الكبد عايز يطلع على الاثنى عشر يا ولاد محتاج قناه يطلع فيها ولا لا لو عايز اوصل من الكبد الاثنى عشر من بنكرياس الاثنى عشر عايزه قناه يمشي فيها السائل الانزيمات دي او او المراره دي طيب انا عندي دي اذا ده اكسوكرايب الكبد اكسوكرايب وفي نفس الوقت الكبد بيطلع الالبومين والحاجات اللي بتاعت الدم على الدم على طول يبقى ده اندوكراين برضه يبقى انا عندي على حسب الافراز بتاعت الجلان اما تبقى اكسوكراين بتطلع افراز بس زي اللعاب الغدد اللعابيه ما بتطلعش اللعاب تمام او اندوكراين زي مين زي الثايرويد جلان زي البيتشوتري جلان الغده النخاميه الثايرويد الغده الدرقيه واضح يا شباب فوق الكرازيه ولا فوق الكلويه اسمها ايه؟ ادرينال جلاند او سوبرا رينال جلاند كل دول بيطلعوا هرمونات بس فدول يتقال يعني عليهم غدد ايه؟ غدد ايه؟ إندو. غدد صماء إندو. إندوكراين. اندوكراين غدد صماء غدد صماء يعني ناش دكت يبقى اي قر... اي غده ليها دكت بسميها ايه؟ اكسوكراين جلاند خلاص بطلع الافرازات على عن طريق ايه الجلاند موجوده تحت الفك وتطلع لي الافرازات فين اللعاب اللي انا بتكلم منه اللي بيطلع في, بقي ده يبقى ده اسمه اكسوكراين امال الاندوكراين لا ده بتطلع على الدم على طول مش محتاجه ضغط بيطلع الهرمون على الدم يبقى لازم يكون فيها اوعيه دمويه كتير عشان تطلع افرازات زي مين زي الثايرويد جلاند غده الدرقيه والبيتيوتري جلاند طب في جلاند بتطلع لي النوعين اه ما انت لسه قايلة لنا الكبد بيطلع البون البروتينز الموجودة في الدم وبيطلع المرارة البايز العصارة الصفراوية بيوديها على بيوديها على 12 اه يبقى انا عندي ايه؟ يبقى انا عندي جزء من الكبد اكسوكراين وجزء من الكبد بيفرز على الدم على طول اندوكراين سميتها ميكس البنكرياس بيطلع لي العصارة البنكرياسية في ده عشان تكمل هضم الايه؟ الاكل نكلت بتطلع انزيمات تهضم طب وبتطلع ايه كمان البنكرياس تسمعوا عنه بيطلع هرمون ايه؟ الانسولين الانسولين, الإنسولين. إيه؟ إيه؟ يبقى جزء منها بيشتغل يطلع لي عصارة وجزء منها بيطلع ايه؟ انسولين فتبقى دي اسمها ميكسد جلاند يعني ايه؟ يعني ايه اكسوكراين واندوكراين مع بعض يبقى انا اقسم الجلاند على حسب الدكت وجود الدكت يبقى انا عندي الجلاند تتقسم على حسب وجود الدكت الايه؟ اما في دكت ولا ما فيش دكت في ضغط يبقى اكسو على طول بتطلع على تجويف بتطلع على تجويف الفم تجويف الامعاء زي ما بتطلع يبقى اكسوكراين او اندوكراين طلع على الدم على طول غده صماء اندوكراين او ميكسد بتطلع اكسوكراين او اندوكراين طب يا ستي دي غده بتطلع بضغط عرفنا انها اكسوكراين جلاند الضغط دي لقوا فيها نوعين اما دكت واحده الضغط دي انابيب التوصيل يا اولاد الضغط دي الايه القناه اللي بتوصل الافراز دي اكسوكراين ولا اندوكراين إكسوكراين. إكسوكراين. اكسو اللي فيها داكت اكسو كرين ولا اندو كرين اكسو 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 دي هتتقسم على حسب الداكت اما الداكت دي متشعبه كده او داكت واحد يعني جلاند بدكتها ادي جلاند وضغط بتاعتها جلاند ودكت بتاعتها جلاند وداكت واحده دي يبقى دي سميها سمبل جلاند سمبل جلاند خلاص ما هياش برانشد الداكت بتاعتها مش متشعبه زي مين زي الجاستريك جلاند زي الجاستريك جلاند زي الجلاند اللي في الايه في في المعده معده يعني جاستريك الاستومك يعني جاستريك باللاتيني يبقى جاستريك جلاند دي يبقى سمبل جلاند نعرف الاماكن دي ده اللي بيجي في الام اس كيو الكومباوند دي بتبقى برانش زي مين زي السليبري جلاند الغدد اللعابيه دي لا ده كل الدكت بتاعتها بتدي متشعبة ده كبيره قوي كتير قوي فيبقى عندي كومباوند ده على حسب البرانشنج بتاع الدكت بتاعت مين؟ الاكسو جراين جلاند يبقى عندي ولا ما عنديش دكت ولو عندي دكت واحده ولا اكتر من واحده طب ايه تاني؟ خلاص خلصنا الكلاسيفيكيشن على حسب الدكت يبقى بريزنت او ابسنت وبرانشد ولا مش برانشد طب تعالوا على الكلاسيكيشن سكريتري بارت اي جلاند يا ولاد شايفين الجزء اللي فيه خلايا ده الافرازيه دي بنسميه سكريتري بارت ده بيقوم بالدور الافراز ده بالدور الافراز ده بالدور الافراز ده بالدور الافراز امال ده ايه الدكت ده انابيب توصيل فقط لا غير انابيب توصيل وليس تصنيع انا صنعت صلع... الماده اللي هفرسها في, في في السكريتري بارت الجزء الافرازي والضغط ده جزء ايه توصيل انابيب توصيل فقط لا غير طيب نتكلم على حسب السكرتري بارت، الجزء الافرازي، شايفين الاخضر ده سكرتري بارت افرازي. الاخضر ده افرازي، الاحمر ده إيه؟ ناقل ضغط، ضغط بس، ما بيعملش حاجة ينتج. الجزء الافرازي ده ممكن يكون مجموعة خلايا؟ اه، شايفين أكتر من خلية اهي. وممكن يكون خلية واحدة. شايفين الخلية دي؟ دي خلية واحدة وبتقول ايه؟ جلاند. يعني غدة تتكون من خلية واحدة. غده تتكون من خليه واحده دي اسمها الجوبلت سيل الجوبلت سيل خليه عامله زي الكاس كده موجوده فين موجوده في التراكيه وال وال والبرون... والبرونكاي بتاعه الايه بتاعه الجهاز التنفس. عشان تفرز الميوكس تمام موجوده في الجي اي تي سوري في الانتست في الامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه عشان تطلع ايه ميوكس تعمل حمايه للجدار موجوده في المعده بعض الخلايا المعدة بتطلع إيه بس ما بتبقاش شكلها جوبلت سيل لكن هي تبكى اللي موجودة في الانتستين وموجودة في الإيه في الريسبيراتري تراك زي التراكية والإيه والبرونكار يبقى أنا عندي يوني سيلولار جوبلت خلية واحدة طب الدكت بتاعتها هنا تبقى إيه بقى براشد ولا سمبل ردوا علي سمبل ما فيش دكت خالص ما فيش دكت خالص هي خليه واحده تعمل ضغط ازاي؟ الدكت دي بتعمل ايه؟ لما مجموعه خلايا كده ليها تجويف فبتطلع السائل في التجويف فتروح الضغط نقلان، لكن هي بتطلع افراسها على طول على الشارع على الج... على الانتستين بتطلع على التراكية على البرونكاي بتطلع على الجدار على طول اللي تبقى موجوده ايه؟ بين الابيثيليان بطن، يعني الريسبيرتي سودو ساتفايد كولامنر سيليتد ويز جوبلت سيل تلاقيها مزروعه بين الابثيليوم كده تطلع لي على بطوله على بطن خلاص طب انا او تبقى مالتي سيلولر زي مين متعدد اي متعدده اكتر من خليه هنا خليه واحده مبطنه الجدار بتاع مثلا نفترض دي التراكيه خلاص ادي التراكية ادي سوت الساتيفايد كولومنر اي وادي سيلديت ودي وادي جوبله سيل مزروعه بينهم خليه وادي خليه ثانيه دي يوني سيلولار جلاند غده تتكون من ايه؟ من خليه واحده، يوني يعني احادية الخليه، سيلور يعني خليه، يوني سيلور يعني احادية الخليه، زي امال المالتي سيلور يعني إيه؟ متعددة الخلايا، واحد 2 3 أربعة 20 وليها تجويف اه، يبقى انت ايه؟ يبقى انت مالتي سيلور. مالتي سيلوري محتاجه دكت ولا مش محتاجه دكت؟ محتاجه دكت، لكن مش محتاجه دكت. زي مين؟ زي الله. مش لسه انت قايله لنا سليفري جلاند الضغط بتاعتها كومباوند يعني برانشد اه يبقى هي عند مالتي سيلولر السكريتري بارت بتاعها عباره عن خلايا متشا... كتيره اكتر من خليه والايه والدكت بتاعتها بتبقى ايه بتبقى متشعبه زي المنظر احنا شايفينه هنا ده ادي هي. ادي ادي ادي, أدي, أدي بارت اكتر من خليه وادي بتطلع ايه افراز في برانشد دكت ده السليفري جلاند طب السكريتي بارت شكلها ايه؟ المنظر انت شايفه هنا ده شايفه ايه المنظر ده يا دكتور؟ او يا دكتور؟ شكل السكريتي بارت هنا ايه؟ الاخضر ده؟ لا وشكله هنا الاخضر ايه؟ هنا شكله ايه وهنا ايه؟ هنا ايه؟ هنا هنا شكله مدور الفيلر الفيلر اسينس يبقى الفيلر يعني اسا زي كورة كده اسينس شكلها زي, زي الكور. فعندي ايه؟ اسينس زي الفلاسك. عارفين الفلاسك ولا مش عارفين؟ عارفين الفلاسك إيه إيه ولا جر... لا؟ ايوه بتجرب؟ ايوه, أيوة. اللي بيبقى في المعمل بيبقى عامل زي كورة كده وطالع منه انبوبة طويل. بقى روح اسال أيوة عليك دورك بقى. نعم؟ دورك ايه؟ برافو عليك صح معلش انتوا اسبوعين ثلاثة وهتنسوا العربي. سامحونا عن نسياننا العرب خلاص؟ يبقى عاملة زي الدورق. زي الكورة كده. ده ايه؟ الف... ده الكورة شكلها عاملة زي كورة سكرتي بارك. والدورق بقى، الأنبوبة الطويلة دي الضغط الامر يجب ده طب المنظر ده شكله عامل إيه؟ تيوب إيه شكله إيه؟ إيه؟ زي أنبوبي، زي الأنبوبة يبقى انا يعني بتتكلمي على مين يا دكتوره بتكلم على الجزء الافرازي الافرازي وليس الجزء الايه الناقل الضغط هنا بتكلم عن الناقل ما بيفرزش حاجه لكن هنا الإفراز اما خليه واحده على حسب العدد اما خليه واحده او متعدد الخلايا طب الشيب بتاع السكريت بارت ده بيتكلم على مين طبعا على متعدد الخلايا لان الخلايا الواحده ما لهاش شكل غير واحده أكيد شكلها ايه اما تبقى انبوبيه او اسنه زي الفلاسك ده شكل الخلية. طب بتطلع لي ايه بتطلع لي ايه بتطلع لي الايه السكريشن لو مثلا غدد لعابيه غدد عرقيه بتطلع لي السكريشن بتاعها امال التشيبلر ده فين التشيبلر ده بيطلع فين احنا قلنا التشيبلر فين سمبل او ده تشيبلر مثلا زي جسر الجلاد تبقى موجوده فين في جدار المعده كده شايفين ايه؟ او جدار الامعاء ستاينل جلاد كل ده بيبقى عباره عن انبوبه داخله لجوه كده لكن دي عامله زي الايه زي البالون يبقى انا اتكلمت على الكلاسيفيكيشن من حيث وجود دكت او حسب بتكلم من حيث الدكت في دكت ولا مفيش فيش ولو في دكت سيمبل ولا كومباوند السكريتري بارت الجزء الافرازي اما تبقى واحده او متعدده ولو متعدده شكلها ايه؟ تشوبلر ولا الف؟ طب تعالي قسمها لنا على حسب السكريشن نوع الافراز طبيعه الافراز اما تبقى ميوكس هتفرز ايه الميوكس يا شباب؟ مخاطيه مخاط مخاط يعني ميوكا يعني مين طلع مخاط فقير في الانزيمات ما فيهوش انزيمات كتير كل وظيفته يديني سائل لزج زي الجبل السل ليه عايزه تبطلني الايه تراكيه كده يبقى تعمل ايه بطانه جوه عايزه تحمي الامعاء من الهارد بتاع الطعام وبيتحول الى براز بيبقى خشن فيخاف يجرح جدار الامعاء فتلاقي عندنا الجبل سيل بتبتدي تبقى موجوده تطلع لك ميوكا. كل اثبات انها تطلع سائل لزج للحمايه. طيب ده السيرس ده بيبقى ووتري زي الميه كده. سيرس يعني ووتري. بيعمل ووتري سوليوشن. طالما ووتري يبقى مليان انزيمات. زي ايه؟ الغدد اللعابيه يا ولاد بعضها فيها بتطلع انزيماتها بتبدا هضم الطعام من الفم. زي الاميليز ده بيكسر لي ابتدي تكسير الكربوهيدرات من الفم. مين اللي بيعمل لي كده؟ الغده اسمها الغده النكافيه. الغده النزكافية اسمها باروتيد جلاند ده افراسها كله سيرس خلاص ليه عشان بتطلع انزيمات تشارك في الهضم طالما قلنا إنزيماتها تطلع لازم تكون فيها ايه سيرس يبقى مين المثال ليها الباروتت جلاند يبقى انا عندي الميوكاس مثال ليها الجبن السيرس مثال ليها جلاند امال ايه كلمه ميوكو سيرس دي يعني ايه ميوكو سيرس اللي بتطلع اللي <applause> الاكسوكرانيو اندوكرانيو الاثنين مع بعض مين بقى الغده اللي تحت الفك غدة لعبية برضو اه بس عندها بتطلع لي شوية ميوكس يعمل لزوجة في المخاط وعندي ايه وبتطلع ايه برضو سيرس يعني فيها شوية سيناي بعض الخلايا الافرازية بتاعتها الخلايا الافرازية بتاعتها فين؟ الخلايا الافرازية بتاعتها ايه؟ اما بتطلع ميوكس او بتطلع سيرس هنلاقي بعضها بيطلع ميوكس وبعضها بيطلع ايه؟ سيرس. خلاص؟ طيب مين بقى اللي تحت الفك؟ انت تفتكر لما تشم ريحه الاكل وانت داخل البيت بتقول بتحس بايه؟ بتقول بتقول لوالدتك ايه؟ وبتقولي لماما ايه؟ احس انا ريقي و... ايه؟ والله ما الكلمه دي ولا لا؟ ريقي بيجري؟ تعرف ريقي بيجري دي؟ او ناشف ايوه ايه؟ يجي ناشف يجي ناشف في الصيام لا لا. ده في الصيام هتلاقي الافراز بتاع السيرس قل والميوكس ملزق لك بوقك لكن لما تشم ريحه الاكل تلاقي البروتت على طول تعمل ايه؟ سبحانك يا رب ينشم الريحه المخ يبعت البروتت طلعي افراز ده ده هياكل فتلاقي ريقك يجري ليه؟ بيتحول من ميوكس لسيرس عشان يبتدي يهضم لك في اللي هتاكله الفرق بين الميوكس والسيرس

عارفين يا اولاد حبوب الشباب اللي بتجيلكم دي كلها بسبب زياده افرازات الايه الغدد الدهنيه اللي هي الايه ال جلاند دي لما بناكل دهون كتير عشان كده الدكتور يقولك بلاش شوكولاته بلاش دهون بلاش جانك فود عشان تقلل حبوب الشباب ليه عشان تقلل افراز الدهون دي لما بتفرز كتير وتتسد يحصل عليها بكتيريا وتلتهب وتعمل أي ايه ميكروبات تعمل سوري حب الشباب فعندنا اويلي جلاند بتطلع فاتي سكريشن موجوده فين في البشر جلاند واكسي الشمع بيطلع منين فكروني كده الاذن الاذن بيطلع واكسي سكريشن ده السيرمونيوس جلاند بتاعت الاكسترنال اي انا الودن بطلع عندي ميوكس آه سوري واكس بروح منضف مش مش منستحضن، على فكره مش كويس استخدام الكوتن باز في تنظيف الاذن لانك بتزق الشمع لجوه بتسد ودانك اكتر تمام سبعة كده يعني ايه لو قوي تروح لدكتور ينضفها طيب يبقى انا عندي كام عندي ميوكس مين اللي بيفرسها جوبلت اسئله الام اس كيو سيرس مين بيفرسها باروتيد مين بيفرسها ساب مانديبولر ال السوي السويت جلاند مين بيفرسها الجلد الايلي مين سبيشال جلاند الواكسي مين الشم انت بتتكلمي على حسب ايه يا دكتوره بتكلمك على حسب السكريشن الماده المفرزه السكريشن نوعها ايه الماده دي يا ميوكس يا سيرس يا اويلي يا واكس طب بتفرزها ازاي الخليه اه يعني على حسب الافراز نوع الافراز وكيف يفرز مود اوف كيف يفرز الخليه قدامها حل من اتنين اما انها زي الباب كده تفتح الباب تطلع السكريشن وتقفل تاني خليه عاديه كده تطلع تت... أي... تفتح كده الافراز يطلع والخليه زي ما هي وتقفل تاني زي ما بتطلع لو طلعت بره باب الشقه الشقه ما بينقص منها حاجه او العماره ما... ال... البيت الغرفه ما بينقص منها طلعت بره الغرفه ما بينقص منها حاجه خلاص وانا رحت فين كده انا رجعت لقدام ولا ايه؟ طيب يبقى هنا السكريتري الخليه الافرازيه لا تفقد اي شيء لا دونت ديسترويد لا تفقد اي شيء شي. اثناء السكريشن زي مين زي السليفري جلاند انت مش لسه قايله السليفري جلاند دي كومباوند اه عشان الدكت بتاعتها متشعبه خلاص واضح كده يا شباب وطريقه الافراز <applause> ازاي طريقه الافراز انها السليفري جلاند بتطلع لي اما ميوكس او سيرس او ميوكوسيرس ده مين ده نوع الافراز النيتشر طبيعه الافراز طب بتطلعه ازاي بتفتح الباب تطلع السلايفة منها على على مين على التجويف ده تطلع السلايفة وتقفل يمشي في القناه حتى ما يطلع ليه يروح على الفم يبقى عندي ما قصرتش حاجه يبقى اسميها ايه ميرو ميرو دي ما بتخسرش حاجه تفتكري ان ميرو دي مدلعه نفسها ما بتخسرش حاجه امال الابو كراين الابو كراين دي ابو دي جايه من كلمه ايبكس قمه ابو كراين بتفقد الخليه قمتها شايفين بص الخلية عشان تعمل إفراز تفرز إيه قمة الخلية قمة الخلية تفرز يعني تفقد جزء منها الجزء القمي من ناحية التجويف تفقده The apical part of the cell is destroyed يتحطم مش يتحطم يفقد يروح مع السكريش During secretion زي مين زي الممرجلان لبن الأم في جزء من خلية الأم عشان كده بقى تحريم الرضاعه والكلام ده كده الكلام ده كان جاي من كده عشان خاطر الطفل بياخد من ايه من جزء من خلايا الام الخليه نفسها وهي بتديك الام بتديك بتديك لبن بتديك حته من خلاياها معاها افتكروا الابو كراين القمه مع المامري جلين. القمه في الام ام هي القمه الابو كراين بيفقد مع المامري جلاند الغدد اللبنيه بتاعت الرضاعه فبتفقد جزء من قمه الخليه. امال الهولو دي ايه بقى؟ شفتوا الهولو الهولو بيسموه هولو ايه اللي بيجي في المسرح ده؟ بيسموه هولو ايه؟ هولو ايه؟ هولوجرام هولوجرام شفتوهم جايبين ام كلثوم؟ جايبين الممثلين و بتشوفوهم على المسارح دي ولا مش تشوفوهاش؟ إيه؟ ايوه التلفزيون حتى حك... أيوة. اه الهولو ده ايه؟ كله على بعضه إيه؟ جه. لكن الهولو في الجلاند كل الخليه اتكسرت، اتحطمت هولو اتدمرت the whole cell is destroyed during secretion زي مين زي سبيشيز جلاند اللي كانت بتطلع لي ايه اللي كانت بتطلع لي الفات اه عشان كده هي بتتكسر بتطلع الفات اللي جواها والفات اللي فيها وتعمل لي ايه الحبوب بتاعت الشباب دي اه لو زادت افراسها جايب لانها بتتكسر كلها الهولو كراي يبقى انا عندي according to the duct في داكت ولا ما فيش داكت نرجع تاني في داكت برانشد ولا مش برانشت طب تعالي التقسيمه الثانيه وده يتعمل بيها لوحه كده على ورقه اكوردنج سكريشن السكريتري بارت العدد يوني ولا مالتي اليوني جوبلت والمالتي ساليبت الشيب انبوبيه ولا قلب طب على حسب السكريشن نوع السكريشن ايه ميوكا سيرس او واحد من الثلاث دول وبعدين بيفرز ازاي اما ميرو ما خسرتش حاجه ميرو زي ما هي مدلعه نفسها الابو بيفرد القمه بتاعته زي الايه الام بتديك حته من من جسمها وهي بترضع الطفل الهول بتتدمر كلها الخليه زي السبيشيز كده خلصنا كده من الجنس قدامنا قد ايه وقت مش هناخد وقت بقى احنا قربنا نخلص نعم الحين هذه كل وظائف الجلانس اللي قبل شويه جينا ميوكس ولا هذه اشياء اه هذه كل الوظائف اه اوكي احنا, ثانية. احنا بنتكلم هنا على اني نوع من الجلاند يا اولاد نسينا نقول على انهي نوع من الجلاند دي؟ اكسو ولا اندو؟ إكسو. 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 اكسو اكسو, الاندو لا تطل... لا, تفرز الا هرمونات على الدم فبالتالي انا هنا بشوف عشان اشوف الافراز ده لازم يبقى اكسو كراين ما عرفت زي ان هو عرفت ازاي انه سير عرفت ازاي ان هو سويت كل ده بيطلع لك قصاد عينك وبتشوف تقدر تمسكه يعني فالنيتشر ده في الايه في الاكسو كراين جلاند نفس الكلام موديفيكيشن في الاكس كراين جلاند خلاص واضح كده يا شباب اي سؤال انتو نمتوا واضح 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 والله شكلكم نمتوا والله نمتوا لا. لا والله معاك يا دكتور اللي نايم في السرير ده حاطط المخدة على راسه يقوم يقعد عشان انا شايفاك قوم البنات انا عارفه ان هم اكيد صاحيين معلش تحيز للمرأة بقى <applause> ولو اني متأكدة <applause> ان كل نايم برضه يلا لا والله دكتورة. النيورو... لا معاك دكتورة لا دكتورة طيب يا حبايبي ربنا يحفظك شكرا على اللي صحي وردوا عليا طيب <تصفيق> نيورو <applause> ابيثيليوم ايه نيورو ابيثيليوم ده؟ ده ابيثيليوم ولا مش ابيثيليوم؟ ابيثيليوم بس إبثيليم. عمل ايه؟ <applause> عمل نفسه تحور وخط حط فيه نرف في ايه فايبر الله النيرف ده مش نرفس تيشو مش ساعه ناخده اه بس هنا حصل ميكس ما بين النيرفس نيرف فايبر جايه جزء من النيرفس مع جزء من الابيثيليا فراحوا مسمينه ايه نيورو ابيثيليا طب انت ايه لازمتك انا ابيثيليا معادي بس بعض خلايايه هتتحور عشان تقوم بوظيفه عصبيه ايه الوظايف اللي ممكن يقولها يقول يقوم بيها اللسان بيعمل ايه بيعمل ايه اللسان يا اه يا باشوات تيست باز التذوق بتدوق تقوم الطعام هو اللي بيزيل بيعرف يدوق امال مين اللي هيترجم لك الطعم ده المخ فيروح واخد طعم السكر كده هنا ويودعه المخ يقول له ايه قول لي ده ايه قوله له ده سكر يجي المر يقول لي ده ايه قول له ده مر وقال ده ايه ده ملح وهكذا يبقى بيستقبلوا بيستقبله عن طريق النواقل العصبيه دي ايه طيب الانر اير الانر اير ده بيعمل ايه ده بيقوم بوظيفه ان هو لما بيتحرك الجدار الـ الـ السمع المهم يعني ايه بينقل زي امباس كده ويفز للمخ عشان يفرق بين الصوت بين البكسلز بتاعت الصوت فتقدر تفرق تقدر يوصل لك ايه تسمع بيه بنقول انر اور انر اير الاورجر لان الهواء بيحرك الطبله الطبله بتحرك سائل السائل بيحرك الـ 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 السيليا الموجوده على الجدار بتاع الروجن الفورتي الحركات ليها درجات مختلفه بتدي ايه بيكسلز مختلفه او حاجات للصوت فتقدر تفسر ايه الصوت واضح كده يا شباب طب نيجي على النوز النوز انا الفاكس بسيليا النوز فيها جزء في قمة النفس فوق كده تحت العظم على طول اللي فوق دي اللي هي البارزة خالص دي تحتها جزء اسمه اولفاكتوري ميكوزا يعني إيه؟ يعني إبيثيليا موجود وظيفته يشم شميت بارفان وصل للمخ على طول يطلع بالإمبا يقول لها ده شم برفان شم ريحة مش كويسة في ريحة مش كويسة شميت ريحة شوكولاتة ريحة أي حاجة بقى ده مين يبقى هذا إبيثيليا بس بيقوم بوظيفة إيه عصبية طب الريتنا الريتنا الشبكيه بتاعت العين ده ابيثيليوم اه والله ابيثيليوم بس بيقوم بوظيفه عصبيه اللي هي ايه؟ الرؤيه صح ولا لا؟ يبقى هو ابيثيليوم اه بس بيقوم بوظيفه ايه؟ عصبيه اللي هي ايه؟ سواء كان تيست وهي وظائف الحواس خلاص بيستقبل الحواس زي ايه ان الايه؟ السمع والايه؟ والبصر والفؤاد والبصر 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 خلينا بقى ربنا يسامحنا الفؤادنا ايه مش ماشيه معانا عشان احنا ايه هناخد السمع والبصر نحط عليها التيست وايه والايه وال وايه تاني والشم دول ايه الحواس ايه الموجوده عندي يبقى الديفينيشن بتاع نيروليبيسيا سبيشال تايب اوف بيسيا طبعا موديفايد معدل طبعا تو receive يستقبل اكسترنال سنسيشن وظيفته يحس هيحس بايه بالطعم يحس بالصوت يسمعه يحس بالرائحه وهيشوف طب شكلك ايه؟ ان جنرال اغلب الاسبيرات سوري النيور ابيثيليوم ده بيكون من ثلاث خلايا محدده. اول خليه واهم خليه الخليه الايه؟ اللي هتحس السنس سواء كانت تحس بالطعم او بالسمع او بالشم او بالعين. سنسري ابيثيليوم هي الخليه دي اسمها سنسري ابيثيليوم. تبقى خليه طويله وفي اطرافها فيها ايه بقى؟ فيها هيرلت كده فيها شعيرات طويله كده. لونج فيلاي او اما من موتايل سيديا مش مهم تعرفوها اعرفوا انها هيرلس بس طويله كده عشان تستقبل ايه ال اما الـ الـ الشم او تستقبل الطعم او تستقبل ايه حركه الايه الصوت تبقى بيحرك الايه السائل في الاذن تمام دكتوره طيب. عاوزه يبقى نعم دكتوره هذه الخليه خليه عصبيه يعني صح خليه إبيثيليا متحوله لعصبية واضح سنسري تنتهي بس بتحس الخلايا تنتهي بايه باكزون نرف اكزون عارفين اكزون ولا مش عارفين الاكزون ايوه ايه معروف أيوة. هي الخليه تنتهي باكزون عشان تنقل ايه تنقل الريسبشن للمخ يفسرها لي او نرف فايبر يبقى هي خليه اصلا انت ايه ده انت اصلك ابيثيليوم اه ابيثيليوم بس ربنا سبحانه وتعالى ضم لي بقى ايه نرف فايبر عشان اقدر احس ايه بالحواس الخارجيه دي تمام يبقى يا تول سيل وفي بوردر نعم اه تكون موجوده موجودة في لسان حضرتك في حلامات التذوق تيست باتس موجودة في الانر اير موجودة في النوز موجودة في الريتنا بتبقى عبارة عن ثلاث انواع من الخلايا كده موجودين يعني لو لو افترضنا ان دي الانف يبقى جزء من الانف مبطن بالخلايا دي بالثلاث انواع دول مرصوصين جنب بعض كده تمام في اللسان هلاقي حلامات التذوق مرصوصين مع بعض بنفس الكلام كده عارفين تيست بادز بتاعت اللسان ولا مش عارفين ايه عارفين طلعوا لسانكو كده تلاقوا التيست بادز طالعه زي كور كده بتتكون من ثلاث انواع من الخلايا سنسوري اه انا ابيثيليوم يا دكتور انا ابيثيليوم بس ربنا حط لي فايبر بقت اسمي سنسوري خلايا بحس <applause> <applause> تمام طب انا هقف لوحدي كده ولازم حد يسندني ها هتبقى اقفل لوحدها كده لازم حد يسندها على الجنبين عندها سبورتنج سيل خلايا داعمة تول سيل بتعمل سبورتنج لكن السبورتنج سيل دي سنسوري سيل يا ولاد السبورتنج دي سنسوري لا لا, لا. شايفين لها اكزون طالع من هنا او نيرف فايبر لا مش طالع غير من الخليه دي يبقى دي السنسري بس لكن دي خليه داعمه سبورتنج تدعمها بس تقف جنبها كده تسنتها عشان ما تقع طب ما ايه البيزا سيل دي دي الخليه الام عشان لو انا الخليه ماتت تتجدد مش انت قلت لنا يا دكتور الابيثيليوم بتعمل دي جينيريشن وريجينيريشن فاكرين اول سلايد انها بتجدد نفسها على طول أيوة. طب عشان تجدد هتموت السنسري دي وهتموت السبورتنج والخليه دي هتنقسم ديني سنسري وديني سبورتنج دي, دي خليه الام يبقى الاستراكشر بتاعها سنسري الوحيده المسؤوله عن الاحساس سبورتنج الخليه الداعمه والخليه الام بتاعه مين؟ بتاعه النيورو ايبيثيليا تمام يا شباب؟ طب الممبرين نعم نعم أه شباب الحين سبورتنج ليش مو مكتوبه بالصوره؟ ما انا اعرف أنا. مش مكتوبه في الصوره مكتوبه هي اه هي اسمها سبورت مكتوبه ساستنت ساستنتيكولر هي نفس معنى سبورت اشطبها وخليك في سبورت الساستنتيكولر آه. دي سبورت اوكي تمام طب. كده امور يا دكتور آه النيرو ابيثيليوم في اماكن آه غير المذكوره هنا زي مثلا في الجلد نيوري امثيليا اماكن هما دول اماكن الكومن نيوري امثيليا هما دول اكتر حاجه زي ايه الجلد الجلد ما فيهوش نيوري امثيليا الجلد فيه فري نيرف اندنج تنقل لك الامباس وفي ريسبتورز موجوده لكن ما هياش سبيشاليز ده نيرفس تيشو نسيج نيرفس بيور فاهماني قصدي؟ ده تبع نيرفس بيور لكن ده مزيج ده ابيثيليوم بس متحور في نيرف فايبر عشان كده سميناه نيور ابيثيليوم لكن الباقي كله ده عباره عن نيرفس هتاخدوه في النيرفس مفهوم فهمتيني يا بنتي مفهوم ايوه ما هواش اي بي طيب انا لو في وقت كنت لو عايزه تكلميني على خاصة ابقى اخد اقولها لك عشان وقت بس وعندكم محاضره طب الخلايا اللي انت عماله واكله دماغنا بيها دي شايفين الخلايا دي الخلايا دي مش هي جزء منها على البيز برين ولا لا صح ولا لا صح ولا لا صح يبقى ده صحيح. البيزل صحيح. قاعده الخلايا البيزل بارت امال الجزء اللي فوق ده بنسميه ايه؟ ابيكال إيه بارت صح ولا لا؟ قمه الخليه تمام؟ صح يا الخليه قمه الخليه دي أيوة. دايما بتبص على التجويف او على السلس... زي لو كان انبوبه بتبص على تجويف الانبوبه لو كان مغطي مبط... مك... حاجه من بره بتبص على السطح من بره زي ما يكون يبقى انا عندي ابيكال بارت قمي خلاص ادي قمه وعندي بيزل بارت وعندي lateral بارت يعني ايه lateral بارت يعني جانبي الخليه دي مع الخليه دي ماسكه في بعضها ازاي بصي الخلايا دي ماسكه في دي مع عشان تثبت لازم تثبت نفسها لازم يكون في جانكشن بين الخلايا عشان ايه يعمل ايه يربطهم في بعضها ما تفكش من بعضها اه ده بيعمل لي حاجه اسمها ايه بقى ممبرين سبيشاليزيشن في الابيثيليال سيل ازاي الخلايا تمسك في بعضها lateral ممبرين سبيشاليزيشن طب قمه الخليه بيحصل فيها ايه؟ ابيكال 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 منبرين سبيشاليزيشن يبقى اي تحورات بتحصل في القمه دي بنسميها ابيكال ابيكال اللي بتواجه التجويفات اي حاجه على الجنبين الخلايا لازقه في بعضها، الخلايا دي زي ما قلنا شكلها عامله ازاي يا شباب عشان ما ننساش نرجع تاني الخلايا دي عامله ازاي؟ شايفين الخلايا عامله ازاي؟ واحده جنب واحده بصوا مازلين في بعض ازاي؟ اهي الخلايا كلها مرصوصه كده حتى لو دي المعده حتى لو دي الجي اي تي بتطبق الانبوبه لكن خلايا كلها لازقه في بعضها كده لحمه في بعضها كده فالخلايا دي جنبها دي جنبها دي جنبها دي جنبها دي مسمي كل دول ايه راتلر جوانب الخليه ده هنا داير ما يدور ماسكه في بعضها داير ما يدور بكل جوانب الخليه ماسكه في خليه ثانيه واضح كده ده بنسميها لاترال ميمبرين ايه يا شباب سبيشاليزيشن عندنا كام نوع اما تايت ده معناه المسافه بين الخليه والخليه اللي جنبها صفر اوكلودن صفر افتكروا تايت صفر تمام اتهيرن جانكشن ده نفتكر اتهيرنز يعني ايه يا ولاد اتهيرنز يعني ايه لزق جنبك جنب لجنب لزق, لزق. اتهيرنز يعني لزق نيجي اللزق اسمه اتر اتر ماتيريال ما علينا يعني ايه لزق يعني بينهم مسافه حاطه فيها لزق ماده لزقه يعني التايت مفيش مسافه عشان كده مقفوله مصم... مقفوله اوكلودن يعني ايه؟ مش عارفه اوكلود يعني ايه؟ مسمطه ولا مقفوله يعني مسافه زيرو لكن اديرنس ما في ماده لاصقه بينها بسميها أثيران جانكشن وعندنا المس... المسافه بتبقى حوالي من 10 ل 15 الجاب جانكشن المسافه ايه؟ 2 نانوميتر 2 نانوميتر بين الخلايا وبعضها تعالي قول لنا الكلام ده تاني يا دكتور ادي التايت جانكشن شايفين التايت جانكشن اللي بالبين ده شايفينه هل في مسافه بين الخلايا وبعضها ولا ما فيش يا شباب؟ مو مو خلايا. خلال... بصوا خدوا بالكم دي خ... دي خليه دي خليه ودي خليه ودي خليه المسافه بين الخلايا ايه؟ صفر شايفين لاحمين في بعض هنا ازاي؟ شايفين ولا مش شايفين؟ شايفين ايوه <applause> الخليه دي درجة انها بتلتحم بعضها بتتخيط شايفين البامبي مخيطها ازاي؟ كل البامبي خيوط البامبي دي اسمها تايت جانكشن مسافه صفر بين الخليه دي والخليه دي، بين الخليه دي والخليه اللي جنبها الناحيه دي، بين الخليه دي والخليه دي، مسافه صفر بسميها تايت جانكشن امال اتيرن جانكشن ده ايه؟ اتيرن جانكشن ده شايفين البامبي اللي في النص ده؟ الماده اللي في النص دي، شايفينها؟ اسمها تيرينج ماتيريال اه في مسافه بين الخليه واختها للماده اللاصقه المسافه دي من من 15 ل 20 نانومتر مسافه في مسافه بين الخليه وبعضها اه شايفين عامله ازاي وحتى معاها فايبر ومايكرو فايبر لفه داير ميضور. ما يدور ما ازاي هنقول طيب هنا المسافه في مسافه ولا ما فيش مسافه يا شباب بين مسافة. الخليه ودي والخليه دي في ولا ما فيش في مسافه في مسافه, في مسافة. طيب هنا في مسافة بقى مسافة أقل ولا أكتر هنا؟ مسافة بين الخلية وبعضها أكتر أقل بين الخلية بص إيه يا إيه عم أنا ما بينها لكن المسافة سنة مش عارفة أكبرها لكم إزاي مش عارفة أكبرها معلش في زوم هنا أنا في زوم تمام يبقى عشان أكبرها ألاقي المسافة هنا إيه, إيه بين الخلية وأختها الخلية نفسها اللون الأزرق أنا حاطة عليه الأرض ده لان ده المسافه 2 نانو ضيق جدا بس في قنوات توصيل ما بين الخلايا وبعضها دي انابيب تيوبيول هنقولها دلوقتي طب تعالي فسر يا دكتور ايه التايت جانكشن ده بقى قلنا المسافه ايه في التايت جانكشن ها <تصفيق> 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 الخلايا بتاع السيل ميمبرين لازقه في السيل جنبها ده بتبقى موجوده فين تبقى حوالين الخليه داير ما يدور الخليه شايفين لزق الخليه هي موجوده في الاي في الايبكس ولا في البيز يا شباب التايت جانكشن ده في الايبكس ولا في البيز البيز في البيز 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 اللي على البيز ممبرين اهو ده البيز ولا الايبكس البيز ده البيز لكن ده الايه ايبكس ده الايبكس ده, ده, ده اللي بيواجه التجويف واضح ولا مش واضح؟ واضح واضح يا دكتور تمام يبقى انا واو. موجوده فين؟ انا انا محتاجاها ناحيه ايه؟ لو انا في المعده ناحيه الانزيمات عشان ما تهضمش الخليه فربنا عامل لها تايت جانكشن هنا يمنع اي حاجه تعدي من هنا ما تاكليش في الجدار نفسه بتاع الامعاء الانزيمات الهضمية اللي في الانتستين لا ربنا عامل لها حمايه شديده بتايت جانكشن هنا ليه؟ لحام تام المسافه صفر ناحيه الابيكال القمة اللي هي فيها المايكروفيلاي اللي هتزود سطح الامتصاص اه تمتصي اه لكن خدي بالك إنزيماتك ما تهضمنيش انا ده انا اللي همتص فبين الخليه وبعضها عندي ايه عندي تايت جانكشن يمنع اي ماده تعدي من ايه ما بين يبقى موجودة ات ذا ابر اند اوف the لاترال سيل ميمبرين احنا قلنا الليترال ده الجوانب والابر قلنا ده القمه الابيكال بارت المسافه ما في مسافه الخليه فيوزد مع بعضها عامله زي حائل سيل حائل فولم حائل. تبقى continuous؟ <كونتينيوز> لا، ممت... كونتينوس مستمرة اهي. ماشية continuous اهي. من كلها. مش حتت وحتت لا، continuous. ليه؟ عشان تحميلي الخلية دي ان يعدي اي حاجة تهضمها. وظيفتها ايه؟ فورم ا تايت سيل حائل قوي ذات بريفنت يحمي الماتيريال فلو اوف ماتيريال بين الخلايا اي ماتيريال تعدي سواء انزيم بكتيريا وات ايفر كل ده يحميه انه يعدي بين ايه الخلايا تمام كده يا شباب انت قلت لنا الاتيرن جانكشن مسافه قد ايه الاتيرنس المسافه قد ايه فهي <applause> في مسافه من 10 ل 15 10 ل 15 نانومتر صح ولا لا؟ مليانه ايه؟ ماده لازقه، تفتكروا ان الاتيرنس ده ماده لازقه الصمغ احط احط سمغ، فالماده الصمغ دي هتاخد مسافه كبيره، دي اكبر مسافه بين الخليج تمام؟ هي وظيفتها ايه؟ وظيفتها تدعم التايت جانكشن، تعمل له ايه دعم كده بس. حط شويه لزق عشان يبقى واقف كده تبقى ثابت تعمل له دعم، تساعد معانا مفيش حاجه تعدي. يعني مش حاجه هتعدي طب لو حصل مشكله ربنا ان شاء الله حتى لو حصل هنا مشكله ده هيدعمها يبقى داعم لمين للتاي جانكشن اللي فوق خلاص واضح يا شباب خلاص واضح wow. يبقى ده wow. بيعمل wow. ده مكانه فين تحت التاي جانكشن ده امتى بقى ده انا عندي نوعين من الاترنس يعني ايه دكتوره اما نوع داير ما يدور يلف حوالين الخليه كده زي التايج يبقى عامل زي الحزام مش احنا بنلف حزام على وسطنا الخليه دي متحوطه داير ما يدور في التحامها مع الخلية اللي جنبها داير ما يدور بحزام كده من الأترنج وده يبقى ما يدور بحزام من التايت جانكشن يبقى ده كامل الخلية محاط تمام كامل الخلية محاط ده بنسميه ايه زوني لا زوني يعني حزام زوني لا يعني حزام خلاص زوني لا اترنس يعني حزام محوط الخلية تحت المين تحت التايت جانكشن او الزوني لا جانكشن اللي انا عملته فوق عند القمة تحتي على طول ايه اترن ماله لافف الخلية داير ما يدور وحاطت مادة سمخ كمان عشان يثبت ايه مكانه عباره عن كونتينوس اه زي الحزام زيه زي ايه زي بالظبط الايه التايت جانكشن بيعمل ايه بيلزق الخليه together وبيقوي الايه التايت جانكشن اللي فوق كل وظيفته ان ياكد على التصاق الخليه دي بالخليه دي ده الحزام موجود مكانهم فين في القمه ولا في القاع ابيكال ولا بيزل ها ابيكال 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 برافو عليك طب ما انا بقيت جسم الخليه هيربط في بعضه ازاي ربنا بقى يقعد يعمل لهم بيلت لا ده يعوق وظيفه الخليه فيعمل لهم حاجه اسمها ديزموزوم نفس تركيبه الاتيران جانكشن الماده اللازقه دي نفس التركيبه فزي ما اكون شبكة بدبوس شايفه عامله ازاي شايفين الديسك الاصفر ده ده اسمه ديزموزوم تركيبه زي مين زي الاتيران جانكشن ده بس هنا سميناه ايه بيلت او زونيلا حزام عشان محوط الخليه لكن ده زي ما يكون شبكان في بعض بدبابيس كده عامله دعامه كده عشان ما يبطلوا ماسكين في بعض خلاص يبقى الاترال جانكشن عندي نوعين ولا مش نوعين نوع عامل حزام ونوع عامل ايه سبوت زي ايه قرص كده واضح يا ولاد ده بيلف داير ما يدور الخليه تحت التايت جانكشن وده بيعمل شبكه دبابيس بس الماتيريال بتاعته واحد لا ده كان عامل ايه؟ حزام داير ما يدور اهو القتر، الزون الاترنت اهو داير ما يدور، لكن ده عامل باتش، دا ايه قطعة بس، يعني شبكة كده مكان شبكة الدبوس، ده باتش سبوت خلاص؟ ده بيعمل ايه؟ بيفكس الخلايا مع بعض، نفس وظيفة الأتر نعم. ايوه الدبابيس هذه هي هي خلايا يعني ولا نفس الديزم لا لا, لا، لا الخلايا هي الخلايا الزرقاء دي خلية. والصفرة دي خليه والصفرة دي خليه والزرقه دي كلها الخليه الجدار الممبرين الغشاء بتاع الخليه جدار السيل ممبرين ماسك فخوه ازاي ماسك فخوه بطرق طرق اما تايت جانكشن او ده تايت جانكشن مفيش مسافه بين الخليه والخليه اللي جنبها السيل ممبرين لاحم في بعض السيل ممبرين بتاع الخليه الزرقاء بتاع مع السيل ممبرين بتاع الخليه الصفراء طب اترن جانكشن السيل ممبرين بتاع الخليه الصفراء والزين بتاع الخليه الزرقاء ماسك في بعضه واحنا ملونينها بس عشان نفرق الخلايا من في الشرق في الالوان في الحقيقه يعني. الخلايا عامله حزام من أتران جانكشن سايب حاطه ماده لازقه بينهم من بعضها وداير ما يدور الخلايا. اه يبقى اسمي ده زوني لا او أتران اتيجن بيلت خلاص زوني لا طب انت بتتكلم لو مشك ماسك الخليه في خلية في اختها اللي جنبها اللي هنا واللي جا هنا واللي هنا بسميها ايه؟ شبكه سبوتس كده زي الدبابيس بسميها ديزموزوم ماسكه فين؟ السلمبرين بتاع دي مع السلمبرين بتاع دي، السلمبرين بتاع دي مع اختها الناحيه التانية. واضح يا دكتور ولا مش واضح؟ اي <applause> نعم فهمت؟ فهمت؟ خل... الخلايا احنا بنتكلم على مستوى الخليه جدار الخليه ماسك في جدار الخليه اللي جنبه ازاي؟ فهمتني؟ اما يبقى ماسك كله داير ما يدور المسافه صفر بسميه ايه؟ تايت جانكشن اوكلودن جانكشن. او داير ما يدور وفي بينهم سمغ ماده واخده مسافه 10 20 نانومتر مد فيها أتيرا الماتيريال فسميه زوني لا داير ما يدور الخليه حواليها من كل الجوانب لكن حاطط ماده سمغ كلها فيبقى ده بسميه ايه طب الاثيران جانكشن عامل زي دبوس بس بيجي في حته كده يسبك ديسك كده يحط ماده لزق كده بس بين الحته دي لزق على الجوانب حتت صغيره كده اه سبوتس كده بسميها ايه ديزموزوم يبقى ايه هو الديزموزوم اثير جانكشن سبوت لايك شيب مش داير ما يدور الخليه كده لا دبوسات كده ماسكه الجدار بتاع دي في الجدار اهو زي المنظر ده الجدار دي ماسك في دي بس مش ماسكه غير في الحته دي بس في السبوت دي بس مش داير ما يدور زي الاخضر كده واضح يا شباب واضح 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 ده بيعمل ال بيعمل سيل افتكر ان التايل بيعمل سيل حائل لكن ده بيعمل ايه بيعمل فيكسيشن الاتيرا بيعمل فيكسيشن للخلايا في بعضها طب يا طيب طب امال ايه هيمي ديزموزوم كده إيه هيمي يعني ايه يا ولاد نص يعني ايه نص يا دكتوره يعني لما حضرتك تيجي تشوف هنا الخليه ماسكه نصها هنا ديزموزوم ونصها هنا ديزموزوم لكن لو الديزموزوم بسك في البيزمنت في البيزمنت ميمبرين هيبقى جزء منه بس اللي على خليه صح ولا لا؟ جزء من الوسادات الخليه لان البيز ده عباره عن ماده اسمنتيه ما هياش خليه. فيمسك فيها بايه؟ بنص ديزموزوم بنص ديزموزوم لان ديزموزوم ده محتاج سيل بريد. لا سيل برين هنا لكن مش هيلاقي سيل ميمبرين في الايه؟ في البيز فاهمين يا شباب ولا لا؟ يبقى اي ديزموزوم محتاج اثنين سيل برين واحد من الخليه دي، واحد من الخليه دي. واحد من الخليه دي واحد من الخليه دي لكن انا مع الميمبرين ما عنديش خلية سيل ميمبرين واحد فسميته هيمي ديزموزوم واضح؟ واضح واضح يا واضح هاب واضح واضح. بتاع واضح نيجي على اخر واحد الجاب جونكشن ده سبوت اه زيه زي مين زي الديزموزوم لا بس خدي بالك السبوت ده المسافه بينهم 2 نانومتر بس مش صفر زي دي ولا 15 ل 20 2 نانومتر وعاملين بينهم قنوات كمان اتصال شايفين القنوات المسافه ايه؟ الازرق ده 2 نانومتر اللي بين الأنا... والانابيب بقى دي انابيب اهي قنوات اتصال عشان الخليه لو محتاجه حاجه من اختها تعدل عن طريق جاب جانكشن خلاص؟ تعدل عن طريق مين؟ الجاب جانكشن فهي تبقى سبيس صفر وفي ايه؟ ممبرين ق... قنوات جبيول ما بينهم من بعض بتعمل ايه؟ بتعمل كوميونيكيشن اتصال وترانسبورت للماتيريال للمواد ما بين الخليه ما هياش ادهيجن، ما فيش لزق فيها. ما فيش ادهيجن، هي كل اللي بتعمله انها بتوصل ما بين دي ودي بالانابيب التوصيل اللي احنا قلنا عليها كده. وسبوت هي شكلها سبوت فعلا زي الديزم بس مليانه انابيب. خلاص؟ لكن الديزم زوم فيه انابيب وخيوط وبتاع تثبيت فيكسيشن. وانا عامل فيكسيشن، وانا عامل فيكسيشن، لكن عامل ايه؟ كوميونيكيشن بس بين الخلايا. ده انواع الخلايا يبقى عندي التايت مسافة صفر، الاتهيجن عندي مسافه 15 ل 20 وعندي نوعين اما بلت او زونيلا نفس معنى كلمه بلت داير ما يدور الخليه من كل الجوانب بسميه ايه آه زونيلا اتيجن او سبوت اللي هو بسموه ايه آه سبوت ده بسميه ديزموزوم اللي هو اتيجن سبوت اتيجن سبوت اسمه ديزموزوم اللي هو محتاج اثنين سيل برين مع بعض طب لو سيل برين واحد مع البيز ممبرين بسميه هيميدوزموزوم اخر حاجه جاب جانكشن ده بين الخلايا وبعضها في قنوات توصيل المسافه 2 نانوميتر 2 نانوميتر عشان تعمل توصيل بين الخلايا انت بتتكلمي على مين يا دكتوره بتكلم على اللتر على جوانب الخلايا ازاي الخلايا بتتصل ببعضها اما تايت او اترنت عندنا زون داير ميدور او ديزموزوم او جاب جانكشن باقي عندي الابيكال ميمبرين سبيشاليزيشن الدكتوره قالته في اول المحاضره مش هتعيده تاني بس هتعيده تاني عشان خطر. الابيكال ممبرين سبيشاليزيشن ده ايه؟ فاكرين المايكروفيلاي؟ فاكرين المايكروفيلاي يا ولاد؟ اي نعم نعم قلنا عشان نزود الكولامنر قلنا عشان نزود السيرفس اريا ادي المايكروفيلاي المايكروفيلاي اهي ادي المايكروفيلاي دي واخده جزء من قمه الخليه شايفين الخليه اهي انا واخده الفتفوته الصغيره اللي فوق كده واخده الحته دي بس مكبراها اهي شايفين انا كبرتها هنا ادي المايكروفيلات الخليه قمه الخليه يعني ادي خ... دي خليه وخليه وخدها هنا مليون عشرة جنب واحد اتنين هاخد خليه واحده مربع واحد خليه واحده واخد جزء من قمته أكبر لقيت عليه مايكروفيلاي بكبر المايكروفيلاي الاقي عامله ايه؟ تنايات في السن برين من فوق في انهي ناحيه؟ في اللاترال سيرفيس ولا في الابيكال سيرفيس يا اولاد؟ الميكروفلاي تبقى في الابيكال ولا في اللاترال؟ ابيكال ابيكال اي لان اللاترال ده بتسمك في الخلايا اللي حواليها اي خلايا لازقه في اللي حواليها مالناش دخل بيها ده اللاترال الابيكال سيرفيس ده اللي ايه؟ اللي هو مواجه للتجويد واحنا قلنا مثال الميكروفلاي الايه؟ الانتستن الامعاء فانا يبقى عندي عايز اسوي السيرفيس اريا اتني من برين واحط فيه ايه؟ فيلمنت مايكرو اكتين فيلم. أتني اتنيه وحشيه زي بخيط كده عشان ما يرجعش ويعمل لي ايه زود لي السيرفس اريا دي المايكرو يبقى مكانها فين سبيشالايز في فور ابزوربشن زي مين زي السمول انتستين او رينا الايه رينا التيبيول اللي هتمص اليورين لو تفتكروا لما قلنا في الموديل في الاكزامبل بتاع كيبويدا الاي إيه بي خلاص يبقى هي بتعمل بتعمل تركيز لليورين هنا وهنا بتمتص الطعام يبقى انا عايز ازود السطح ازود انكريس الايه السايت فور ايه ابزوربشن شكلها تبقى عامل ازاي؟ finger like structure أي زي صابح حضرتك اهو صابع finger like structure ومحشيه ايه؟ اكتين فيلمنت عشان ما ترجعش بس فربنا عامل حشوه كده عشان تفضل ثابته تزود السيرفيس area وظيفتها ايه؟ increase surface area for absorption بدل ما الخليه هتاخد من السطح ده بس هتاخد من السطح ده بتزوده 3000 مره بتزود سطح الخليه 3000 مره طب ايه تاني عندك مثال على الفيشيلازي ده نوع من التكيف عشان ي... مكان الخلايا اللي في الإنتستن وفي الكدني هتتكيف لتكون بوظيفتها وهي الامتصاص اول ما نقول امتصاص نفتكر مايكروفيلاي عشان تعمل ايه تزود السيرفس اريا شكلها ايه فينجر لايك زي صوابع كده مليانه اكتين اكتين فيلا مال مين السيليا دي ده في اماكن اللي عايزه اعمل فيها حركه عايزه اعمل فيها حركه موفمنت او أب لو تفتكر ضرب بالقلم على الوش كده بيتينج حركه بيتنج ان وان دايركشن بضرب وان دايركشن تفتكروا محتاجينها فين في الريسبيراتوري ولا لا ايوه في الريسبيراتوري أيوة. عشان تفرد الميوكس ولو دخل تراب تطرده وابلعه لو دخل بكتيريا تطردها مع الميوكس وتطرده وتبلعه وهكذا فانا عندي ايه في الريسبيراتوري طب ما في ميل عايزاها في ايه يا ستي عايزاها تزق لي الاوفا تاخدها في الفالوبيا نشوف قناه فالوب تاخدها البويضة من الـ من المبيض من اوفري وتمشيها طول الطريق ده. خلاص تساعد تساعد هي مش متهيألي بتمشيها هي بتساعد في حركه الاوفا لحد ما تعمل ايه الفيرتلايزيشن وتنزلها في تجويف اليوتيوب. طب هي بتبقى هتفتكر تبقى طويله ولا تبقى قصيره؟ فينجر ولا هير؟ هير اطول. صح ولا لا؟ تبقى طويله. صح عشان توصل انها تقدر تحرك الميوكا ده وتزقه زي بالظبط المكنسه او المقشة ما بتقول سموها ايه المكنسه هنا في السعوديه. إيه. إيه. ايوه عارفين المكنسه؟ ايوه بتبقى ط... الخيوط بتاعتها بقى طويله كده عشان تقدر ايه تكنس كده تفرش الميوكا <applause> تمام بتتكوني من ايه؟ اوعى تنسي اعمل دايره على الميكرو انا هير لايك طويله لكن ايه, إيه مليانه مايكرو تشبيول. المايكروفين لايكات مليانه ايه؟ مليانه اكتين. المايكروفين دي يعني فيها حياه، فيها طاقه، فيها حركه. المايكروفين فيها طاقه وفيها حركه. لكن الاكتين انر ما فيهاش حركه خالص، ماده خام. طب ليه؟ عشان عايز اعمل كونتينوسلي دائما موفينج حركه، بيتينج يعني ضرب ان وان دايركشن لايه؟ لتين فيلم زي النيوكاس او فلويد او ايه؟ او تحرك واضح كده يا شباب؟ واضح يا ولادي؟ أيوة. أوه. 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 ايه واضح واضح يبقى دي كل وظيفتها تزود السيرفس ايه اللي انا بتحرك وبعمل شغل تفتكروش ان انا ايه ان انا ما فيهاش حركه لان فيها طاقه وبستهلك طاقه عشان اعمل ايه الحركه دي امال مين الاستيريو سيليا يعني ايه سيليا ها يعني حركه صح ولا لا صح يا شباب ولا لا صح امال يعني صح. ايه استيريو استيريو يعني ثابته ما بتتحركش الله ما سموك سيديا ليه كان لسه ما اكتشفش الالكترون ميكروسكوب الميكروسكوب الالكتروني بيكبر لي قوي فبشوف الحاجه كبيره قوي زي ما شفنا هنا ده بالميكروسكوب الالكتروني شايفين مكبرين ايه لحد مليون مره شايفين الجزء ده ده باللايت النقطه دي هي المنظر انت شايفه هنا ده بالميكروسكوب الالكتروني فكانوا لحد ما اكتشفوا ال 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 الميكروسكوب الالكتروني فاكرين ادي السيليا يا اولاد شايفين السيليا قبل ما نعد ادي السيليا لونج هي هير لايك هي طويله قوي وادي مليانه مايكرو انابيب كلها ده السيليا العاديه الستيريو سيليا كانوا شايفينها انها زي السيليا بالظبط بس ما بتتحركش قال لك الله دي ستيريو السيليا الثابته السيليا الايه؟ السيليا الثابته اه لقوها موجوده فين؟ في الابيديدمس وفي الميدل اير في الابيديدمس وفي الميدل اير شكلها شكل السيليا لكن تركيبها من جوه زي مين زي المايكروفيللج فقال لك ايه لما اكتشفنا ليك مايكروسكوب عرفنا طويله قوي اه بس هي في تركيبها السيليو سيليا از لونج مايكروفيللود ليه سميتوها كده ما كانش عندنا مايكروسكوب يعرفنا تركيبها الداخلي فلما عرفنا عرفنا مش مليانة مايكرو زي السيليا لا ده مليانة مايكرو فيلاي زي المايكرو فيلاي فبقت بس الفرق إنها أطول مايكرو فيلاي فسموها إيه؟ سموها ستيريو سيليا واضح ولا مش واضح؟ يبقى هي طبعا. شكلاً شكل السيليا لكن تركيبياً تركيبة المايكرو فيلاي بما إنها تركيبة المايكرو فيلاي يبقى وصفتها إيه؟ ها؟ Increase surface area for absorption اللي الابيديدمس ده يا ولاد هو البربخ في الميل في الرجال في حاجه اسمها البربخ كده بتبقى موجوده فوق الخصيه اسمه البربخ البربخ ده بياخد ايه؟ ياخد الحيوانات المنويه بالسوائل اللي طالعه من تستس من الخصيه ويعمل لها تركيز ده عايز يبقى عنده كام 100 مليون من 20 ل مليون سبرم في في في, في, في فعشان يركزهم كلهم بي بيمص الميه اللي حواليه يمتص الميه فمحتاج لونك مايكروفيلاي عشان كده سموها ستيريو سيديا واضح كده يا شباب حد عنده اي سؤال انتوا نمتوا ولا ايه لا معاك يا دكتور لا معك. انا عايز عبد الله المحاضره انا عارفه عندكم محاضره 45 حد عنده اي سؤال دكتور واضح كل شيء نعم دكتوره اه بالنسبه للصور هنا كيف تجيني في الاختبار لا يا دكتور الله يسعدك في ايه السمع يا ولاد بالنسبة للصور كيف تجيني في الاختبار؟ هناخدها آه في العمل يعني بكره في العمل ان شاء الله ناخد العمل انا يعني هبعت لكم ملف في العمل ان شاء الله لزميلكم بتاع اللي اللي الليدر وهم يبعته لكم ان شاء الله النهارده ان شاء الله لو نسيت حد يبعت لي يفكرني بالليل بس خلاص هبعت لكم ملف في العمل اللي علينا بنشوف الصور آه بنشرحها بقى هي ايه يعني مثلا هيجي لك انت آه مثلا سيمبل ابسيديوم هيبقى علينا ايه هيجي لنا الصوره دي هيجي آه تحت الميكروسكوب على فكره بالصوره تحت الميكروسكوب هيجي لك الصوره دي والارو مشاور هنا فتقولي لي ايه ده سيمبل سكوماس ابيسيديا اقول لك اكزامبل تقولي لي رينا التبيون. او بلاد او بلاد مش مش لازم يبقى كده فاهمه قصدي ازاي؟ اجيب لك صوره صوره كده تحت الميكروسكوب اقول لك دي ايه؟ تقولي دي ثايرويد جلاند انا طبعا لسه العمل اللي بنعمله هبعته لكم يعني دي ثايرويد جلاند دي مين بقى يا اولاد؟ اه لا ممكن اجيب لي صوره الكدني وتقولي ده رينال تيبيول كيوبويد سي لانه أشوف المنظر ده اشاور لك عليه ده رينا تيبيول ده فين ده سمبل بي سي تعرفي لي على مش على الاورجان واقول لك مثال تكتبي لي اي مثال ثايرويد او ريل واضح كده يا شباب اجيب لك ده في الانتستين تقولي ده لارج انتستين مثلا ده ما ده سمبل كولامنر إبسيلي.